هعمل تاني فايل نيو ويب سايت، هبدا احدد اللوكيشن بتاعي اللي ظهر لي بقى بعد ما عملت الكلام ده. خلاص هنلاقي عندنا صفحه دي انت ده ايه ديفولت دوت اي اس بي اكس، انا زمان الاس بي كلاسيك البيجز اللي بتستعمل كلها بتبقى امتداد ايه اس بي، عشان يفرق بس ما بين التو بيجز، فعمل بيج جديده او عمل امتداد جديد اسمه اي اس بي اكس. خلاص ايه اللي عامله في البيج دي؟ لو لاحظنا دلوقتي ادي البيج بتاعتنا، هنلاقي البيج بتاعتنا مرسومه حتتين، في ملف دوت سي اس اللي هو مكتوب سي شارب، وفي ملف تاني اللي هو ايه اس بي اكس. لو انا واقف دلوقتي على البيج بتاعتي فتحت السورس ده، هلاقي السورس ده عباره عن ايه؟ السورس بتاع البيج نفسها هو عباره عن اتش تي ام ال. السورس بتاع البيج هو عباره عن اتش تي ام ال. انت ما بتدراج مثلا تيجي كده وتقول له انا هدراج بطن، خلاص بيبدا يعمل ايه في السورس؟ يخش في السورس ويعمل لك بطن ايا كان الكود اللي موجود ده، مش قصتنا دلوقتي. خلاص يبقى كل حاجه في الاخر بتتحول لمين؟ ل اتش تي ام ال. لما تعمل دبل كليك على البطن انت كده عملت ايه؟ ايفنت معين. يبدا يكتب بقى الكود بتاعك فين؟ في السي اس. ده كود سي شارب. خلاص كده يبقى هو فصل البيج بتاعتك على ملفين، في ملف لوحده في ال HTML بتاعك او الديزاين بتاعك، وفي ملف تاني فيه الايه الكود بيهايند. طب هو ينفع اضم الاثنين مع بعض؟ هو ينفع، لو في واحد عاوز يشتغل بنفس الطريقه القديمه يقدر يجي هنا كده ويقول له انا ايه رايت كليك هاد بيج هاد نيو ايتم، النيو ايتم ده هاد ويب بيج. خلاص شايفين في حاجه اسمها بليس كود ان سيبريت فايل، دي التشيك ده هو اللي بيخليه يعمل الايه؟ يعمل الكودنج بتاعك على ايه؟ على تو فايل، يعمل الكودنج بتاعك على تو فايل، واحد سي اس ده اللي فيه كود السي شارب، وواحد تاني فيه الايه؟ الاتش تي ام ال بتاعي. خلاص؟ لو انا شلت الكودنج ده، طب في حاجه تانيه كمان اسمها سيلكت ماستر بيج، ايه الماستر بيج دي؟ حد يعرف ايه الماستر بيج؟ بالظبط بيبقى دايما كده بنخش على سايتس مثلا عندنا اللوجو بتاع الشركه ومنيو، اه الصفحات اللي جوه عماله تتغير، اللي في النص ده الكونتنت في النص دي عماله تتغير، انما الانترفيس نفسه ماله؟ ستيل ثابت، ستيل اللوجو دي موجوده زي ما هي والمنيو موجوده زي ما هي. فانا بعمل حاجه اسمها ماستر بيج، ببدا اكريت فيها الحاجات اللي هتبقى ثابته على طول في الويب سايت. خلاص؟ وبعد كده اخد انا الماستر بيج دي واعمل لها بقى بايننج على كل بيج، فبيبقى كل بيج اول ما تفتح البيج ما بتبانش فاضيه زي ما انا فتحت البيج الاولانيه كده، لا بتبان البيج وفيها كل الحاجات بتاعت الماستر، ويبقى سايب لك هو مكان عشان تكتب فيه بقى الكود اللي هيتغير. خلاص؟ طيب انا دلوقتي هعمل تو فايلز او هعمل هميرج التو فايلز، فعمل ايه؟ لو لاحظنا ان ديفولت ده هيبقى جواه ايه؟ مفيش حتى البلس اللي جنبيه ده، يعني خلاص الكود بتاع السي شارب والكود بتاع الاي سي بي كلاسيك موجودين جواه ايه؟ في نفس الفايل. يعني انا لو جيت على البيج دي كده ورحت جاي مثلا عامل دراج تاني البطن وعملت دبل كليك على البطن هيعمل ايه؟ شايفين فتح ايه؟ فتح الاتش تي ام ال نفسه وكتب الكود مع مين؟ مع الاتش تي ام ال. ده عشان الناس يعني اللي هي جايه من الاي سي بي كلاسيك ممكن ما تبقاش فاهمه موضوع السي شارب والكود بيهايند، وان انا ساعات بكتب الكود على فايل، الكودنج نفسه بقى فايل على فايل والانترفيس على فايل تاني. هو لو عاوز يشتغل بالطريقه دي يشتغل، انا هنا هكتب عادي كود سي شارب عادي جدا. خلاص لو انت عندك دروب داون ليست هتكتب دروب داون ليست دوت ايتمز دوت اد وتملى الدروب داون ليست بتاعك. خلاص فهمنا كده القصه دي. اول حاجه ان ان هو فصل لك الايه السيبريشن بتاع تو فايل. طيب احنا بقى المنيو او التول بار بتاعتنا اختلفت شويه عن مين؟ اختلفت شويه عن السي شارب. ده الكونتنت بتاع الكورس بتاعنا اساسا. خلاص في حاجه اسمها ستاندرد وفي حاجه اسمها اتش تي ام ال اللي هي اول تاب واخر تاب. الاتش تي ام ال دي الكنترولز العاديه جدا بتاعت الاتش تي ام ال. خلاص ان انت كنت بتعمل باتون وتعمل تكست بوكس في الاتش تي ام ال، يعني لو عملت دراجن كده لتكست بوكس وبعد كده عملت دراجن كمان لباتون دول اتش تي ام ال. لو فتحت الكود كده هلاقي الكود بتاعهم شايفين اللي هي انبوت تايب تكست اللي هو نفس الكود بتاع الاتش تي ام ال، على عكس الباتون الثاني. شايفين الباتون الثاني عامل ازاي؟ اوله كلمه اي اس بي وبعد كده يضيفوا بعض واسم الباتون بتاعك. كمان الحاجات بتاعت الاتش تي ام ال دي انت لو جيت على الاتش تي ام ال الباتون بتاع الاتش تي ام ال ده ورحت جاي عامل عليه دبل كليك بيج 2 رحت جاي على الاتش تي ام ال ده السيرفر كنترول صح؟ وده الاتش تي ام ال. انت لو عملت دبل كليك على الاتش تي ام ال هيفتح لك بقى كود ايه؟ لا انا هعمل دلوقتي دبل كليك على البطن. ما خلاص انا عرفت ان البطن بتحول لاتش تي ام ال. اما تعمل دبل كليك يبقى انت تعمل ايه دلوقتي؟ ايفنت على بطن، بس البطن ده نوعه ايه؟ اتش تي ام ال. يبقى اكيد هيعمل لك ايه؟ لا سكريبت بقى.
انت بتشتغل اتش تي ام ال، انا ماليش دعوه، انا مش ما عملتش دراجنج للباتون بتاع الاس بي دوت نت، انا عملت دراجنج للباتون العادي جدا بتاع مين، بتاع الاتش تي ام ال. لما تيجي تعمل عليه دبل كليك هيبدا يعمل لك ايه، تاجي سكريبت اهي خلاص، وجوه السكريبت بقى كلمه فانكشن واسم الفانكشن بتاعه، اللي هو الحاجات اللي احنا كنا شغالين بيها زمان. اقدر هنا اجي هنا كده واعمل مثلا اقول له ايه جوه جافا سكريبت، اقول له alert اول ما اعمل running البيج مثلا. شايفين ايه اللي مكتوب تحت ده؟ مكتوب ايه؟ ايه اس بي دوت نت ديفلوبر سيرفر، لان انت لما جيت تختار البروجكت بتاعك اخترت ايه؟ فايل سيستم. يعني هو ما يجي يرن البيج دي ما يروحش بقى للاي اس، يستخدم مين؟ يستخدم الاوبجكت اللي هو اسمه دوت نت ديفلوبر سيرفر، او التول اللي نازله مع الاي اس بي دوت نت اللي يساعدك ان انت ايه؟ تشوف الكونتنت بتاع البيج بتاعك. خلاص؟ هو ده برده يعمل زي ما كنا بنعمل امبارح اللي هي ايه؟ لوكال هوست. وطبعا هو عشان مش ده ال HTTP فطبيعي مش هيستخدم بورت 80، فبيبدا يجنري زي ما كنا بنغير في البورت امبارح، فبدا يقول لك ايه رن البيج اللي هي على اللوكال هوست على البورت اللي هو ايا كان البورت ده رقمه كام، والويب سايت بتاعك اسمه ايه. خلاص فهمنا؟ دي حاجه اللي كنا بنعملها امبارح بالاي اس. طيب ادي البيج بتاعتك، لو انت ضغطت على الباتون بتاع مين؟ الباتون بتاع ال HTML راح جاي منفذ السكريبت اللي جوه مين؟ اللي جوه ال HTML. لو انا ضغطت على الباتون الثاني اكيد انا لو مهندل حاجه جوه بقى السي شارب هتتهنى. طب هو يعني ليه عامل شويه كنترولز اتش تي ام ال وعامل شويه كنترولز ثانيه اللي هي الستاندرد دي؟ قالت ان الاي سي بي دوت نت في نوعين من الكنترولز، حاجه اسمها اتش تي ام ال كنترولز، حاجه اسمها سيرفر كنترولز. اتش تي ام ال كنترولز وسيرفر كنترولز. الاتش تي ام ال كنترولز هي كل الكنترولز بتاعت الاتش تي ام ال اللي احنا كنا شغالين عليها، عاوز تعمل باتون، عاوز تعمل سبميت، عاوز تعمل ست، عاوز اعمل تيبل، خلاص عاوز اعمل تكست بوكس، دي الحاجات بتاعت مين؟ بتاعت الاتش تي ام ال. طب ايه بقى السيرفر كنترولز؟ قالك سيرفر كنترولز دي الاي اس بي دوت نت خدت كل الحاجات بتاعت الاتش تي ام ال زي ما هي، خدت مثلا تكست بوكس زي ما هو وزودت عليه شويه فيتشرز. يعني انا كنت اقدر مثلا في الاتش تي ام ال اغير الباك جراوند بتاعه التكست بوكس، ما كانش ينفع لان ما كانش عندي اساسا الحاجه اللي تساعدني ان انا اعمل كده. لا، في الاي اس بي دوت نت هنلاقي الستاندرد دي جواها برده باتون وتكست بوكس وكل حاجه. ما هو موجود تكست بوكس، ايه الفرق ما بينه وما بين اللي تحت؟ يعني خلاص ان هو نفس اللي تحت وكل حاجه بس عليه شويه ايه فيتشرز زياده، غير ان هو عمل لك شويه كومبوننتس ثانيه كمان. يعني انا ما كانش فيه في الاتش تي ام ال كالندر مثلا، خلاص لا هنا في كالندر وتقدر تحطه عنده. خلاص فالفرق ما بين الاتش تي ام ال كنترول والسيرفر كنترولز واحده، يعني من الفروق بتاعتها ان الاتش تي ام ال كنترولز هي الكنترولز بتاعت الاتش تي ام ال العاديه خالص. طيب والسيرفر كنترولز خد كل الكنترولز بتاعت الاتش تي ام ال اللي زود عليها شويه فيتشرز وعمل كمان شويه كنترولز زياده. خلاص طب دول هيفرقوا في ايه؟ حاجه من الحاجات الفروقات اللي احنا شفناها ان انا لما بضغط مثلا او اعمل كودنج على حاجه اتش تي ام ال كنترول بيكتب الكود فين؟ في جافا سكريبت. انا لما بعمل اما اعمل ايفنت بتاعي على سيرفر كنترول لا، بيكتب يفتح لك بقى كود بيهايند وتكتب الكود بتاعك فين؟ في السي شارب. خلاص تعالوا كده نيجي هنا ونعمل بيج جديده كده، رايت كليك اد نيو ايتم. مش هعمل بقى سيبريت، هعمل سيبريت الفايلز بتاعتي عشان اشتغل بالطريقه العاديه ديفورت داتا دوت اس بي اكس. تعالوا كده نيجي هنا على الديزاين. عندنا ديزاين وسورس. الديزاين ده ان انت تقدر تدراج وتدروب عليه، حتى السورس تقدر تدراج وتدروب، انما السورس جواه ايه بس ال HTML بتاعك، انما الانترفيس موجود على الديزاين. هنا دلوقتي لو عملت دراجنج لباتون، خلاص الباتون ده نوعه ايه؟ سيرفر كنترول. طيب وبعد كده عملت تاني دراجنج لانبوت باتون، ده واحد HTML والتاني سيرفر كنترول، شكلهم في السورس هيبقى عامل ازاي؟ اللي هو بتاع الاتش تي ام ال ده هيبقى انبوت تايب باتون، نفس القصه بتاعت الاتش تي ام ال. طب وبتاع السيرفر؟ لا، زود عليه كلمه مين؟ اي اس بي دي، وقال لك ان ده باتون سيرفر كنترول. طب السؤال بقى، وانا ما اعمل راننج للبيج دي هيستيل برضو الاثنين مختلفين ولا الاثنين هيتحولوا يبقوا حاجه واحده؟ يعني هم دلوقتي مختلفين. احنا بنفتح دلوقتي اهو، انا بعمل ديزاين الاتش تي ام ال كنترولز، كتب لك الكنترولز بتاعت مين؟ بتاعت الاتش تي ام ال. لما بتيجي تعمل سيرفر كنترول بيعمل ايه؟ بيكتب اي اس بي ويبدا يقول ان الباتون ده مش اتش تي ام ال باتون، ده ايه؟ ده سيرفر كنترول. السؤال بقى دلوقتي، انا عملت راننج للبيج اهي، لو عملت فيو سورس دلوقتي هلاقي الاثنين شبه بعض ولا لا؟ هلاقي طبعا الاثنين شبه بعض، لان البراوزر نفسه ما بيفهمش غير اتش تي ام ال، هو ماله ومال التاجز اللي جوه دي. خلاص الحاجات دي انت بتشوفها في الديزاين بس، عشان انت بتكود سي شارب وبتعمل ديزاين بالاتش تي ام ال، انما في الراننج البراوزر نفسه بيفهم ايه؟ HTML. فشكل الكود اما اعمل رايت كليك كده فيو سورس هلاقي التو باتونز عندي مالهم؟ شايفين ده انبوت تايب وده انبوت تايب برضو.
خلاص هما نفس الايه نفس الكود وحولوا لاتش تي ام ال بس زاد عليه حاجه فوق هنا كده انبوت تايب هيدن. مين انبوت تايب هيدن ده؟ حد فاكره في الاتش تي ام ال؟ اه ان تبقى حاجه موجوده في البيج بس مخفيه. ايه اللي يخليه يعمل حاجه زي كده؟ قال لك ان السيرفر كنترولز دي بتمنتين الستيت بتاعتها. يعني ايه بتمنتين الستيت؟ لو انا عندي دلوقتي تعالوا نرجع تاني كده للبيج. لو انا عندي ادي الكود بتاعه خلاص دول تو باتلز صح. تعالوا نعمل كمان تو تكست كل واحد منهم مختلف عن التاني بس عشان الدنيا تبقى مترتبه. انا ممكن ادراج هنا تيبل كده دايما لما تيجوا تعملوا اي بيج ادراجوا التيبل الاول خلاص عشان الدنيا تبقى منظمه عندكم. ادي الباتون بتاع ال HTML وادي الباتون التاني بتاع مين؟ بتاع السكريبت. انا نفسي مش شايف الحاجه. تعالوا برضو كمان نعمل ايه؟ هنعمل تكست. التكست ده نوعه سيرفر كنترول. وهنعمل تكست. التكست ده ماله؟ HTML input type text. خلاص ايه الفرق بين انا عملت الكلام ده لما هاجي اعمل راننج للقصه دي كده؟ ادي الفورمه بتاعتك ايه. خلاص الفورمه بتاعتك ايه. انت دلوقتي لما تضغط على البوتوم اللي هو سبميت ده هيعمل ايه؟ انا بس انا ايه اللي خلاني اعمل بوتوم سبميت؟ تعالوا نشيل سبميت دي. تعالوا نختار input type عادي خالص. input type button. اعمل رن البيج بتاعتي تاني. خلاص عندك ادي تو باتنز واحد منهم سيرفر كنترول والتاني ايه؟ اتش تي ام ال. انا بضغط على اتش تي ام ال كان المفروض يرن مين؟ لو في جافا سكريبت يرنها صح؟ طب وده؟ لا ده سيرفر كنترول. اول ما بتعمل كليك بص بيحصل ايه في البار اللي تحت؟ البار اللي تحت ده بيتاثر. معنى كده ان اي ايفنت انا بعمله على سيرفر كنترول الايفنتس دي بتروح لفين؟ للسيرفر. طب تعالوا نخش بقى جوه التكست بوكس اللي هو معمول بالسيرفر كنترول واكتب جواه مثلا احمد واجي عند التاني برده واكتب جواه نفس الكلمه. لو انا ضغطت هنا هل ده هيحصل فيه اي مشكله؟ ده يثير عند الكلاينت وما فيش اي مشاكل. طب تعالوا نضغط على مين؟ على البتون. البتون هيرفرش الصفحه. هنلاحظ ان التكست بوكس بتاع الويب سيرفر ده عامل مينتيننج الستيت. يعني ستيل الفاليو الموجوده جوه السيرفر او الموجوده جوه التكست بوكس دي موجوده خلاص. معنى كده ان هو مخزن اكيد الفاليو دي جوه ايه؟ جوه حاجه عنده في الاتش تي ام ال. انما الاتش التكست بوكس بتاع الاتش تي ام ال ده مش بيمنتين الستيت. يعني انا ما عنديش حاجه جوه ال HTML تقدر تحفظ لي على القيمه بتاعت التكست بوكس ده. طب هي الحاجه دي ايه؟ لو انا فتحت بقى السورس الحاجه دي اللي هي الايه؟ الانبوت تايب هيدن ده او مين؟ او حاجه اسمها فيو ستيت. يعني في الاي سي ستيت نسميها فيو ستيت. ان بيقدر الكنترولز بتاعت السيرفر تمنتين الستيت بتاعتها. لو في فاليو موجوده في كنترول والكنترول ده بتاع السيرفر بيحصل ايه؟ الفاليو دي بتتخزن في هيدن فيلد عندك وتروح معاك للسيرفر تاني لو انت رايح. يعني البطن ده بياخد الفاليوز ويروح للسيرفر. مش البطن لما بضغط عليه بياخد البيج بتاعتك او بيريكوست يعني حاجه ثانيه فبيضطر يروح فين؟ للبيج ويرجع ثاني. بس انت بتضغط على البطن ورجعت على نفس البيج صح؟ يعني انا اكني عملت ريفرش للبيج بتاعتي. طب انا ما عملت ريفرش للبيج بتاعتي ايه اللي خلاه يحافظ على القيمه بتاعت التكست بوكس؟ قال لك لان انت اول ما تضغط على البطن هو بيعمل ايه؟ بياخد الكود بتاع الاتش تي ام ال ده معاه وهو رايح. بياخد الكود بتاع الاتش تي ام ال ده معاه وهو رايح. معنى كده ان الفيو ستيت او الام تايب هيدن اللي موجود ده اتاخد معاك. الام تايب هيدن اللي اتكريت على التكست بوكس بتاع السيرفر. معنى كده ان هو راح عند السيرفر كانت الفاليو دي معاه ولا مش معاه؟ كانت الفاليو دي معاه صح؟ فقدر ان هو يعمل وهو بيعمل ريندر تاني ان هو يرجع الفاليو دي تاني. ال HTML كنترولز ما بتعملش كده. ال HTML كنترولز انت تكتب كل حاجه الحاجات دي شغاله عند الكلاينت. يعني تقدر حاجه تاكسس الحاجه دي بجافا سكريبت وتطلع اليرت كل الكلام ده شغال. انما ينفع يبقى في فاليو موجوده جوه تكست بوكس نوعه اتش تي ام ال والفاليو دي اقدر اعملها ريندر وارجعها تاني؟ لا خلاص فهمنا. تاني انا في نوعين من الكنترولز قلنا جوه مين؟ جوه الاي سي دوت نت حاجه اسمها سيرفر كنترول وحاجه اسمها اتش تي ام ال كنترول. اتش تي ام ال كنترول دي الكنترولز بتاعت مين؟ الاتش تي ام ال. الفرق ما بينها وبين السيرفر كنترولز اول حاجه ان قلنا ان هو خد الحاجات بتاعت ال HTML وغير شويه في الفيتشرز بتاعتها، زود شويه فيتشرز ثانيه وراح جاي مزود كنترولز زياده. دي اول فرق. ثاني فرق قلنا ان الحاجات بتاعت السيرفر كنترول دي بتكتب كود ايه؟ سي شارب. انا لما عملت دراجنج للبتون، البتون ده نوع سيرفر كنترول وعملت دبل كليك فتح لي الكود بتاع ايه؟ كود بهايند اللي انا بكتب جواه سي شارب. انما ال HTML كنترول لما عملت دبل كليك راح جاي عامل ايه؟ ستاتيك سكريبت واقدر اكتب جافا سكريبت. ادي ثاني فرق.
تالت فرق ان السيرفر كنترولز بتمنتين الستيت. يعني ايه بتمنتين الستيت؟ لو في فاليو موجوده في سيرفر كنترول الفاليو دي وانت بتريكوست تاني بيج او رايح للسيرفر تاني الفاليو دي بتتخزن عندك حاجه اسمها فيو ستيت او هيدن فيلد جوه الاتش تي ام ال فبيحافظ على القيمه دي. فاقدر لما ريكوست البيج وارجع تاني الاقي القيمه دي موجوده. الاتش تي ام ال الاتش تي ام ال ما بتعملش كده ايه؟ اه ده سيرفر. انا عملت ده تكست بوكس سيرفر وباتون سيرفر الاثنين تحت دول تكست بوكس. بص انت لو وقفت عليهم هيجيبهم لك هيقول لك اسميهم ايه. انا لو وقفت على ده قال لك ايه انبوت تايب تكست اللي فوق ده. لا ده تكست بوكس ايه سي بي دوت نت تكست بوكس خلاص. لو انت ضايفه حاجات من ده ستاندرد هتكتبي حاجات جواها كود سي شارب. خلاص ماشي كده. طيب ايوه التكست بوكس اللي هو سيرفر كنترول يعني بلاش نقول كلمه تكست بوكس يعني ده بيمنتين الستيت بتاعته. طب هو ازاي بيمنتين الستيت؟ عشان في جوه الاتش تي ام ال لما بعمل رانينج هيدن فيلد الهيدن فيلد ده شايل الفاليو بتاعت مين؟ لا لكل كنترول يعني كل كنترول. انت عامله تكست بوكس عامله دروب داون ليست ايا كان الكنترول واحد او البطن طبعا او البطن طبعا. لا ما هو البطن شايفه الكلمه اللي على البطن. لا بصي هو مش واحد هو بيظهر واحد بير الاكشن بتاعي او بير الكنترول بتاعي غير ان البيج نفسها ممكن تستخدم يعني هيدن فيلد ليها هي البيج نفسها لو يعني كريشن بتاع البيج والكلام ده ممكن يبقى في حاجات في البيج نفسها تستخدم هيدن فيلد. انا ما يهمنيش يعني انا كل اللي يهمني ان في كنترولز. انا ليه التكست بوكس نفسه لما جيت ضغطت على البطن ورحت للسيرفر لقيت القيمه بتاعت التكست بوكس دي موجوده. كل اللي انا عاوز ابقى عارفه ان هو بيعمل ايه بيعمل حاجه اسمها فيو ستيت ان هو بيعمل هيدن فيلد جوه الاتش تي ام ال خلاص بيخزن في القيمه بتاعت التكست بوكس بس هو ده اللي احنا عاوزينه يعني. طيب بقيت بقى التيبس اللي موجوده في التول بوكس بتاعنا. عندنا تاب داتا. ايه الداتا دي؟ اللي فيها كل الحاجات زي السي شارب بالظبط اللي تساعدني ان انا اعمل ايه؟ شويه التيبس اللي تساعدني ان انا اعمل لينك على مين؟ اعمل لينك على داتا بيز زي بتاعت السي شارب. مفيش اي فرق ما بينها وبين السي شارب. عندنا كمان حاجه اسمها فاليديشن كنترولز. ايه فاليديشن كنترولز دي؟ احنا قلنا ان جافا سكريبت طلعوها اساسا عشان تعمل ايه؟ توفر الاوفر هيد على السيرفر وان لو في تشيكس مثلا انا عامل تكست بوكس ولازم اليوزر يدخل قيمه التكست بوكس. ايه اللي يخليني اروح لغايه السيرفر واكتشف عند السيرفر ان هو ما دخلش القيمه وارجع تاني؟ فلا خلاص اعمل الفاليديشن دي عند مين؟ عند كلاينت. لو عندك مثلا تكست بوكس والتكست بوكس ده لازم تدخل فيه فاليو ما بين 20 و30. طيب الفاليو اللي هي ما بين 20 و30 دي لازم برضه تشيك عليها عند الكلاينت مش لازم تروح لغايه السيرفر وترجع تاني. فهو عمل لك بقى شويه بيلت ان ايه؟ فاليديتورز. حاجه اسمها ريكوايرد فاليديتور انت ممكن تيجي على فيلد معين وتقول له الفيلد ده ريكوايرد. حاجه اسمها رينج فاليديتور تقول ان الفيلد ده هيبقى فيه رينج فاليو ما بين كذا وكذا. دي حاجات معموله بايه؟ بالجافا سكريبت. شويه كومبوننتس كده هم عاملينها ومجهزينها بالجافا سكريبت وانت بتستخدمها على طول. ان شاء الله بكره هنتفرج عليها. عندنا كمان حاجه اسمها ايه؟ نافيجيشن. ايه النافيجيشن ده؟ هو هدف الويب كله ان انت يبقى عندك شويه بيجز واليوزر كل هدفه ان هو ينافيجيت ما بين البيجز دي وبعضها. لو عاوز تادي فيها لا هي البيلت ان فاليديتورز دي جاهزه. في حاجه اسمها كاستم فاليديتور ده بيساعدك ان انت لو عاوز تكتبي كود جافا سكريبت بتاعك انت تكتبه. اه ده جافا سكريبت. لا وليه كمان يعني في السكريبتنج كده في حاجه اسمها كلاينت سايد سكريبت وسيرفر سايد سكريبت. الجافا سكريبت دي عباره عن ايه؟ كلاينت سايد سكريبت الاي سي بي دوت نت سيرفر سايد سكريبت. كاستم كنترول ده بيساعدك ان انت تكتب الاثنين. لو عاوز تكتب كود عند الكلاينت بس تكتب ولو عاوز تكتب كود عند السيرفر تكتب. يعني كمان ممكن هو يعني هو بيساعدك في ايه؟ لو انت عملت فاليديشن عند الكلاينت مثلا وقدر حد يعمل هاكينج فالفاليديشن عدى من عند الكلاينت. فانت ممكن تكتب نفس الكود عند مين؟ عند سيرفر بحيث ان هو يفاليديت تاني عند السيرفر عشان يتاكد ان الحاجه بتاعته سليمه. خلاص؟ احنا هنتعامل معاهم كلهم ان شاء الله بكره. اه كل الفاليديتورز دي بترن عند الكلاينت. كل الفاليديتورز دي بترن عند الكلاينت. نافيجيشن. قلنا النافيجيشن دي هدف اي ويب سايت ان هو مجموعه من البيجز خلاص وان انا هدف اليوزر ان هو ينافيجيت ما بين البيجز دي. لازم يبقى عنده بقى تري او منيو او حاجه تقدر ايه تسهل له عمليه النافيجيشن دي. خلاص بيطلع لك حاجه اسمها سايت ماب ومنيو. دي حاجات بربطها مثلا بكل البيجز اللي عندي فبتظهر لي زي منيو كده. اقدر اقول انا عاوز اروح لبيج 1 فيروح لبيج 1 بيج 2 وهكذا. لو رحت لبيج معينه مثلا وعاوز اعرف انا كنت فين خلاص هو اداك شويه كنترول تساعدك في موضوع الفاليديشن النافيجيشن. طبعا الحاجات دي مش موجوده فين؟ لو لاحظنا الكلام ده مش موجود في السي شارب لان السي شارب ديسك توب ابلكيشن فما فيهوش فاليديتورز ولازم حاجات ترن عند الكلاينت ما فيهوش نافيجيشن وكل القصص دي مش موجوده. فهو ده الاختلاف بس اللي ما بين مين؟ الاي سي بي دوت نت والسي شارب.
هي العمليه كلها عمليه اختلاف في الانترفيس وشويه تكنولوجي زي ما احنا هنشوف. انما الكود اللي بيتكتب جوه هو ايه؟ يا اما اتش تي ام ال وجافا سكريبت يا اما ايه؟ سي شارب. خلاص. طيب عندنا بعد كده كمان لوجن كنترول. ايه لوجن كنترول دي؟ يعني على عاده مايكروسوفت كالعاده ان هي بتحب تسهل على الناس. خلاص قالت لك ان اي ويب سايت فيه ايه؟ فيه لوجن كنترول. راح جاي هو عامل لك لوجن كنترول تعمل له دراج ودروب كده في شارب سهل ولا تقعد انت كاريت ولا تعمل اي حاجه. خلاص. وهو بيكاريت الداتابيز الخاصه باللوجن كنترول ده. يعني هو بيكاريت لوحده كده بيكاريت داتابيز يخزن فيها اليوزرز اللي بيحاولوا ان هم يعملوا لوجن. او استعمل مثلا ريجستريشن فورم. اكيد اللوجن ده ليه ريجستريشن فورم. بس طبعا الحاجات دي يعني لو عندك مثلا ويب سايت تقدر تستخدمها فيه ماشي. انما انت لو عاوز تعمل حاجه كاستمايزد قوي او عاوز تزود في الفيلدز اكيد لا العمليه يعني هتختلف. يعني انت عشان تزود في الفيلدز دي انت عاوز الفيلدز الزياده تتخزن فين؟ في الداتابيز. هو الداتابيز اللي هو عاملها يا دوبك هي على الفيلدز دي بس. خلاص. فهي ماشي هي كويسه في حاجات وفي حاجات لا. انت تكستمايز الدنيا زي ما انت عاوز او تخش انت بنفسك تعمل ايه؟ اروح في الداتابيز اللي هو عاملها ما هو هيديها لي وهيديني تيبلز وكل حاجه نشوفها ان شاء الله في يوم يعني. واقدر ايديت في الايه؟ في الداتابيز. خلاص ريمبر مي في اللوجن ده. في بقى وكده تحت. تحت فين؟ يعني في الثاني بتاعت اللوجن تحت مش هنا. يعني بس تحت الريجستريشن. ايه دراج ودروب اللي تحت فين؟ تحت اللوجن تحت. اللوجن. في تشيك كده ريمبر مي. ما انت بتظبط بقى الحاجات دي. مش انت لما تيجي تعمل ايه؟ هو بيجنريت الكودنج لوحده بس انت بتظبط الكلام ده. انت عاوز تعمل الريمبر ده ولا مش عاوز تعمله؟ ايه هو الكويتشن المفروض يتسال؟ يعني انت بتظبط الحاجات دي هو بيخزن الحاجات دي كلها في الداتابيز بتاعه. بس انت لما تيجي تكريت البيج هو لوحده بقى يعرف ايه. يعني هو بيوفر عليك حاجتين. بيوفر عليك ان انت تروح تعمل ديزاين الداتابيز ووفر عليك الانترفيس. كل قصه ان انت بتعمل ايه؟ انت بتماتش بس الحاجات مع بعض مش اكتر من كده. خلاص. بس طبعا زي ما قلنا دي حاجات كاستمايز تشوف والله انت هتفيدك في الويب سايت بتاعك وهتقدر تعمل لك الفانكشناليتي اللي انت عاوزها ماشي. مش هتقدر يبقى اكيد ما تنفعش. عندنا ايه كمان؟ في كده تكنولوجي تو تكنولوجيز جداد حاجه اسمها ويب بارتس وحاجه اسمها اشكس. اسهل مثال للويب بارتس والاشكس ده الفيسبوك. الفيسبوك ده مبني على حاجه اسمها دايناميك بروجرام. ان الدنيا كلها دايناميك كل يوزر مننا كل واحد مننا يخش يكستمايز ويحط البيجز الايمجز بتاعته ويشوف شكل البيج عاوز شكلها يبقى عامل ازاي ويبدا ينافيجيت براحته. كل واحد مننا يخش يكستمايز البيج بتاعته بالشكل اللي هو عاوزه. طب ازاي اقدر اعمل انا الكلام ده؟ حاجه اسمها ويب بارتس. ان هو بدا يمسك البيج ويقسمها مجموعه بلوكس كده ويدي لليوزر الكابابيلتي ان هو يقول انا عاوز اشوف البلوك ده لا انا عاوز اظهر 2 بلوك عاوز اظهر 3 بلوك. فبدات الدنيا هي دي اسمها الويب بارتس. يعني انت تمسك الويب البيج بتاعتك وتقسمها لمجموعه من الكومبوننتس وتخلي اليوزر عنده كابابيلتي ان هو يعمل ايه؟ يكستمايز الكومبوننتس دي زي ما هو عاوز. خلاص. ده العالم كله شغال كده ان شاء الله. مش مهندس ثاني تيجي تديكوا شير بوينت ده كله مبني على الويب بارتس. يعني الويب الكونسيبت بتاع الويب بارتس ده كله كده على بعضه شير بوينت ده هو ويب بارتس بس. خلاص. لان الشير بوينت نفسه هو عباره عن ويب سايت جاهز وانت بتعمله كاستمايزيشن. طب ازاي هو جاهز وانا بعمله كاستمايزيشن؟ عشان هو كله مبني ايه؟ ويب بارتس. الاجكس تعرف حاجه عن الاجكس الاول؟ الاجكس ده اختصار لايه؟ لا مش اكتف لا ايوه السنكرونس جافا سكريبت اند اكس ام ال. ايه بقى موضوع الاجكس كنترول ده؟ قال لك ان زمان لو انت عامل بيج خلاص البيج ده انا سريع خلاص. لو انت عندك بيج والبيج دي فيها لوجن كنترول خلاص والبيج دي فيها حاجات تانية كتير. عندي ايمجز وعندي حاجات داتا سيت بتقرا من داتا بيز. عندي حاجات كتير في البيج بتاعتي. طب انا عاوز دلوقتي اعمل مثلا جزء داتا سيت مثلا عندي تيبل. التيبل ده بيقرا من اسامي الطلبه مثلا خلاص. عندي عملت 2 داتا سيت كده عندي في البيج بتاعتي. ادي البيج بتاعتي بالكامل خلاص فيها حاجات كتير جدا. حاجه من الحاجات اللي موجوده في البيج بتاعتي ان انا عندي مثلا جزء هنا كده الجزء اللي فيه دروب داون ليست فيها الاي ديز بتاعت الطلب وعندي داتا سيت. اما بختار هنا الاي دي مثلا او الكورس مثلا بختار الاي دي بتاع الكورس بيجيب لي كل الايه الانستراكتورز اللي بيدرسوا الكورس خلاص. وادي الويب بيج بتاعتك. انت اول ما تضغط على الدروب داون ليست ده تختار اي دي معين. كان زمان بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها فولي ريندرنج للداتا بيج بتاعك. يعني كان بيروح للسيرفر ويعمل ايه؟ ويكريت البيج كلها من اول وجديد ويرجعها لك. طبعا ده كان اوفر هيد على الايه؟ على السيرفر. انت عاوز تغير في مين بس؟ الجزء ده انا مش عاوز اغير في البيج كلها الكومبليت بتاعت البيج موجوده. ايه اللي يخليني اروح تاني للسيرفر وريكوست كل حاجه ترجع من اول وجديد؟ قال خلاص انا همسك الجزء ده كده احطه في حاجه اسمها ابديت بانل.
شاء الله هنتكلم عليها. ايه الابديت بانل ده؟ ده حاجه بقى بالجافا سكريبت، حاجه بالاجكس. يعني ايه حاجه بالاجكس؟ بيمسك الكود بس اللي حصل فيه تغيير ويحوله لاكس ام ال، فيبقى شكل الفايل بتاعك ايه؟ اتش تي ام ال وفي حته ايه؟ اكس ام ال. اما يروح عند السيرفر يعمل ايه بقى؟ يرندر بس الحته بتاعت مين؟ بتاعت الاكس ام ال. هو ده اللي عمله دي ان هو وفر او سرع في البرفورمانس بتاعت البيج كلها. لما باجي ريكويست حاجه او اعدل حاجه في بيج، انا مش محتاج ان انا مش عاوز اعدل في الكونتنت كلها، انا عاوز اعدل في جزء معين. خلاص انا هحط الجزء ده واخلي الجزء بتاعك ده ايه؟ اكس ام ال. هو ده بقى الاكسبيرمنت التكنولوجي اللي اسمها اجكس. الاجكس ده ظهر بعد ظهور مين؟ الاكس ام ال. بس في حاجات كتير جدا ظهرت بعد ظهور الاكس ام ال. الاجكس حاجه اسمها ار اس اس. تعرف ايه ار اس اس؟ اللي بيبقى تحت بيج يعني مش هفار يعني من الار اس اس ان انت تقدر تريتريف كونتنت من اكتر من ويب سايت وتغيره في الويب سايت بتاعك. مش هفار خالص. ممكن اعمل ماركي يعني ماركي ما هو ده بار. مش هنسى ناخد الاجكس احنا. كل حاجه خلاص نكمل. ريبورتنج عادي ان انت تقدر بالسي شارب ان انت تعمل ايه؟ تساعد الكريستال ريبورت تعمل شويه ريبورتنج. ظهر لك هنا كنترول اسمه ايه؟ اسمه كريستال ريبورت فيور عشان تقدر تعمل ايه؟ كريستال ريبورت اللي انت عملته ده تقدر تظهره جوه الويب بيج بتاعك. كريستال ريبورتنج دي شويه حاجات بتساعدني ان انا لو عملت ريبورت بالكريستال ريبورت عاوز ارسل الريبورت ده جوه البيج بتاعتي، فعملي كنترول تحطي جوه الريبورت خلاص. خلاص وفي الاخر مين؟ ال HTML كنترول. في حاجه في القصه دي كلها؟ ده كورس طبعا بتاعنا كله. يوم هناخد الفاليديشن، يوم هناخد النافيجيشن، يوم هناخد الويب بارتس، يوم هناخد الاجكس. بس يمكن احنا ما نخش في الويب بارتس قوي لان ده يعني انتوا هتفهموا الويب بارتس تفهموها قوي في الشيربورد لو تاخدوها باستفاضه كامله. ماشي تعالوا نعمل كده بيج جديده. هناخد الكريستال ريبورت؟ لا بس انتوا عاوزين بعملوا بسيشن عنه لو لحقنا يعني. يا ريت يعني. هو انتوا مش تعرفوا الريبورت من سيرفس؟ تعرف مفروض يعني. لا اخي ما انا اللي درستها. يعني هي تول بتساعدك ان انت تكريت ريبورتس وعمل بارامتر على ريبورتس بتاعك، يقول لينك الريبورتس دي على ستورد بروسيجر او على تيبل وخلاص. الاقبال اللي عليها كبير لان هي باورفول. باورفول قوي. يعني ايه باورفول قوي؟ مهما كان برضه الريبورتنج سيرفيس اللي نزلتها مايكروسوفت دي كان لسه البي اي لسه ظاهر. ستيل مايكروسوفت كل خبرتها في البي اي من سنه 2005. يعني كونسبت البي اي ده معمول امبلمنتيشن من زمان في الاوريكل، انت ازاي يبقى عندك سيستم وتحول السيستم ده او كومبليكيتد سيستم يعني وتحول السيستم ده ايه لحاجه سيمبل ان هو يطلع في شويه ريبورتس في الاخر. مايكروسوفت بدات تعمل امبلمنتيشن للكلام ده امتى؟ في 2005. فبدا البي اي يظهر في 2005 وكان تعبان جدا جدا جدا. لما نزلوا 2008 بدا بقى البي اي يبقى ليه شكل في مايكروسوفت خلاص. بس ستيل برضه الريبورتنج سيرفيس نفسها ما عندهاش الكابابيلتيز بتاعت كريستال ريبورت. كريستال ريبورت ده مايكروسوفت منزلاه او مش مايكروسوفت طبعا، هو في شركه ثانيه هي اللي عاملاه خلاص. ده ريبورتنج تول مستقله بذاتها يعني كل هدفها في الحياه كلها ان هي تعمل ريبورت، فاكيد الكابابيلتيز بتاعتها اكبر بكتير من الريبورتنج سيرفيس بتاعتها. في ناس بره شغاله في السوق. انا شغلتي ايه في السوق؟ كريستال ريبورت ديفلوبر بس. كل مهمتي ان انا ابقى فاهم داتابيس كويس جدا واقدر ان انا اديفلوب على مين. طبعا لو كريستال ريبورت ده بتقدر برضه تديفلوب عليه سي شارب وكده، فهي دي هي دي الباورفول بتاعته يعني خلاص. انت تقدر تكتب كودنج وتكستمايز الكودنج بتاعك براحتك خلاص. طيب عملنا بيج جديده. احنا قلنا احنا مش عارف وصلنا اللايف سايكل ولا لسه. ماشي انا نرجع تاني ليه احنا وصلنا للسايد دي ولا هنا. ماشي احنا خلصنا وجينا لغايه هنا. قلنا ان القصه دي كلها شويه ايه؟ احنا شرحت دي ونفس القصه شرحتها راضي. شويه ايفنتس دي الايفنتس اللي بتشتغل امتى؟ اول ما البيج بتاعتك بترن لازم الايفنت دي تشتغل خلاص. تعالوا نشوف الايفنتس دي ازاي بتشتغل. انا هخش جوه البيج بتاعتي، هيجي كده جوه اس بي دوت نت وهعمل مثلا تكست بوكس وهعمل باتون. لو عملت دبل كليك جوه كده ظهر لي ليه؟ ده الكود بيهايند بتاعي. الايفنت اللي موجود هو مين؟ اهم ايفنت في الموضوع كله اللي هو مين؟ البيج نود اللي هو بعد ما السيرفر نفسه يرندر التاجات بتاعت ال HTML كلها يبدا يعمل ايه؟ بعد ما عملت رندرنج ال HTML كله هبدا بقى اعمل ايه؟ اشوف لو في عندي حاجه في ال HTML ده عاوز املاها بداتا ابدا اكتب الكود بتاعها فين؟ هنا. ماشي
قلنا ان في مجموعه ايفنتس كتير والايفنتس كلها بترن ورا بعض. تعالوا نعمل مثلا نعمل شويه ايفنتس كده منهم. ادي واحد كمان وادي واحد كمان. هسمي الاولاني ده اللي هو البيج انيشاليز والبيج لود، وبعد كده مين الانلود بتاعتي. انا بس كل القصه ان انا عاوز ايه اشوف الايفنتس فعلا بتنفذ ازاي. وعندي كمان ايه على الفورم عندي باتون، هعمل دبل كليك فبدا يعمل لك الايه الايفنت بتاع الباتون كمان. خلاص كده كل حاجه. تعالى نعمل بقى بريك بوينتس عندهم كلهم كده ونبدا نرندر مين نقدر نبدا نريكويست الصفحه بتاعتنا ونشوف ايه اللي بيحصل. هرن البيج بتاعتي. هو هنا بس يعني لسه حاجه هنعرفها كمان شويه، في فايل في الاي اس بي دوت نت ده واحد من الفايلز المهمه جدا اسمه ويب دوت كونفيج. في ايه؟ في كونفيجريشنز بتاعت الويب سايت. يعني ايه كونفيجريشن؟ لو انت عندك دلوقتي 10 12 بيج والبيجز دي كل واحده منهم بتقرا من تيبل في الداتابيز، يبقى انت هتضطر تعمل ايه؟ تروح في كل بيج تعمل الكويري سترنج بتاعتك وكل قصه دي. لو في وقت من الاوقات حبيت تعدل في الكويري سترنج، حبيت تغير اسم الداتابيز، هتعمل ايه؟ تروح على 10 بيجز وتقعد تغير في الكويري سترنج في كل واحد. قال لك لا، انا هعمل لك واحد او فايل اسمه ويب دوت كونفيج، ده فايل كله اكس ام ال، تبدا تحط فيه مثلا على سبيل المثال الكونكشن سترنج بتاعتك، وانت في البيجز تبدا بس ايه تريفير للكونكشن سترنج. معنى كده انت لو في وقت من الاوقات حبيت تعدل في الكونكشن سترنج هتروح تعدل في مين بس؟ في الويب دوت كونفيج. خلاص بس احنا مش هنشتغل عليه دلوقتي. هبدا ديباج. قلنا ان اول حاجه بيروحها بيعمل ايه؟ لسه انا لسه بريكويست البيج بتاعتي، فبدا يروح لمين الاول؟ للانيشاليزيشن. خلاص بعد كده راح لمين؟ للبيج لود. بعد كده عمل ريندر للبيج وبعتها لك، وراح جاي عامل ايه؟ انلود، شال الاوبجكت من مين؟ من البيج. بدات انت تضغط على مين؟ على البطن. البطن اساسا الديفولت ايفنت بتاع البطن ان هو بيعمل ايه؟ الكليك بتاع البطن بتروح للسيرفر. الديفولت بتاع البطن لما بعمل عليه كليك بيروح للسيرفر. طب تعالى نعمل عليه كليك، هيبدا يعمل ايه تاني؟ كنا قلنا ان هو بيعمل تاني بيكريت تاني الاوبجكت من اول وجديد، يعني بيروح يعمل انيشاليز تاني من اول وجديد ويبدا يعمل ايه؟ ولود. وبعد كده بصوا قبل الانلود ده عمل ايه؟ قبل ما يدمر الاوبجكت نفسه راح عمل ايه؟ راح هندل الايفنت بتاع البطن تاني. الناس فاهمه ضغطت على البطن فراح رايح تاني. ما خلاص ما هو البيج دي مش موجوده عند السيرفر، راح عمل ايه؟ بنيها من اول وجديد ال HTML بتاعها، وبعد كده راح جاي عامل ايه؟ برن اللود، وبعد كده دخل في الايفنت. بعد ما خلص الايفنت يعمل الايه؟ شايفين الناس متابعه على السيكونس، يدمر بقى الاوبجكت من عنده. هي دي القصه اللي بيعملها مين؟ اللي بيعملها السيرفر. طيب تعالوا نرجع تاني بقى كده للبرزنتيشن بتاعتنا. روح بس الحته. طيب ده الريكوست اللي بيعمله ايه؟ اهو تاني ده الريكوست، ان انا اول مره برندر البيج او بطلب البيج، اول مره برندر البيج بيبدا يعمل ايه؟ خلاص طلبت صفحه ديفولت دوت اي اس بي اكس، عمل ايه؟ راح جاي مران ال اتش تي ام ال وميكانيكه البيج بتاعته، ومران الانيشال كود اللي جوه مين؟ اللي جوه اللود بتاعتي، وراح جاي عامل ايه؟ سيريالايز. يعني لو كان عندك مثلا دروب داون ليست فيه داتا، بدا يملى الداتا دي او يعرف ان القيم بتاعت الداتا دي يحطها في ايه؟ في الفيو ستيتس او الهيدن فيلدز. خلاص؟ وبعد كده راح جاي عامل ايه؟ مرندر الاوبجكت للكلاينت ومدمر الاوبجكت من عنده. احنا شفنا الكلام ده. تاني مره بقى، تاني مره انا اطلب الايه؟ اطلب البيج، هيحصل ايه؟ لان كده كده البطن بس مجرد البطن هيعمل ايه؟ ده البطن هيروح بس يعمل ريفرش للسيرفر. لا خلاص هيروح رايح من اول وجديد عامل ايه تاني؟ ميكانيكال اتش تي ام ال من اول وجديد. الخطوه اللي بعد كده بيعمل بقى دي سيريالايز. شايفين الحاجات بتاعه الهيدن فيلدز دي بيبدا بقى يحطها في البيج بتاعته. خلاص تاني انا دي تاني مره اروح للسيرفر، تاني مره اروح للسيرفر، راح جاي ميكانيكال الاتش تي ام ال كله. مش كان عنده هيدن فيلدز؟ الهيدن دي جت معايا في الريكوست بتاعي، بيبدا يحط بقى الفاليو. يعني مثلا كان التكست بوكس فيه فاليو معينه، فبيحطها بقى جوه التكست بوكس بحيث ان البيج عنده تبقى ميكانيكال بالكامل زي ما هي كانت عند الكلاينت بالظبط. بعد ما عمل الكلام ده يبدا يران مين؟ الانيشال كود بتاع اللود. بعد كده يران مين؟ الايفنتس بتاعتك. انت ضغطت على البطن فدخل على الايه؟ على الكود بتاع البطن. بعد كده يبدا يعمل ايه تاني؟ الكود مثلا بتاع البطن ده راح جاي معدل في قيمه التكست بوكس، فيبدا يعمل ايه هو تاني؟ ايه؟ يسيريالايز الدنيا تاني، يبدا يكريت بقى فيو ستيتس تانيه وهيدن فيلدز جديده للفاليوز بتاعتك. وبعد كده يرندر الصفحه فين؟ للكلاينت. وبعد كده يدمر الاوبشن. خلاص لازم نبقى فاهمين السايكل دي 100%، لازم نبقى فاهمين السايكل دي 100%. خلاص تاني هو بتاخدي وقت، بس هو احنا قلنا ان الاكتف سيرفر بيج كل هدفه في الحياه ان هو يكاري بيجز في الران تايم اكوردنج للبارامترز اللي بيبعتها اليوزر. هو
هو ده الهدف. ايوه ماشي، بس هو ده الهدف. ما هو يعني انا الهدف بتاعي ان انا عاوز كل مره اروح على ريكويست بيج البيج تطلع كاستمايز بالبارامتر اللي انا عاوزه. يعني انت عاوز تعمل سوفت وير بيعمل كده. ما هو ما انا بتعب السيرفر، فهل الحاجه دي اقدر اعملها بالجافا سكريبت؟ ما كنتش اقدر اعملها بالجافا سكريبت. ما في حاجات تنفع ترن عند الكلاينت وما تتعبش السيرفر، انما في حاجات لازم ترن عند السيرفر. يعني لو كاتب كود جوه الباتون، يعني الكود ده هيرن فين؟ باتون، والباتون ده سيرفر كنترول كده. الكود ده سي شارب فلازم يرن عند مين؟ عند سيرفر. دي حاجات انا ما اقدرش اوفر فيها. ما هو الابلكيشن بتاعك اساسا كلاينت سيرفر ابلكيشن، جزء منه كلاينت وجزء منه سيرفر، وده مش اوفر هيد بالمعنى اللي انت متخيلاه قوي. يعني الدنيا بتبقى اخف من كده، لان الدنيا كلها اتش تي ام ال. يعني الحاجات اللي بيحصل لها رندرنج دي اتش تي ام ال خلاص. وطبعا مع استخدام بقى الاجكس فبيبدا يوفر في البرفورمانس شويه، مع استخدام الويب بارتس في حاجات كتير بتبدا ايه توفر في القصه دي. ان انا مش كل مره هقعد اعمل كل الكلام ده من اول وجديد. انا لما هاجي ريكويست للصفحه ثاني وانا عامل اجكس هعمل ايه؟ انا هبص بتاع الاجكس بس، هو ده اللي انا يعني هو ده اللي هيحصل فيه ابديت، او ده الكود اللي هيرن خلاص. فهمنا كده الموضوع، فهمنا السايكل بتاعتنا. ثاني اول مره هريكويست البيج بتاعتي هيروح رايح ماسك الاتش تي ام ال ومكريت البيج، يروح يرن البيج لود. لو كان في حاجه في اللود فايل عاوز يعملها في الاتش تي ام ال يبدا يكتب. بعد ما خلص يسيرياليز الداتا، يعرف بقى اسامي الاوبجكتس بتاعته والباتونز والتكست بوكس وايه الفاليوز اللي جواها وايه الفاليوز اللي جوه الدروب داون ليست. اكيد يعمل ايه؟ يرندر الكلام ده للاتش تي ام ال ويبعته للكلاينت. خلصت ويدمر الاوبجكت كده، العمليه بالنسبه له انتهت. شيء طبيعي لما واحد تاني يجي ريكويست الاوبجكت نفسه اتدمر، فيضطر يعمل ايه تاني؟ يكريت الاوبجكت من اول وجديد، فيبدا يرن الاتش تي ام ال عشان يرسم الباتونز والتكست بوكس والايمجز بتاعته كل حاجه. طب كان في حاجات جايه من عند الكلاينت، كان في قيمه في التكست بوكس جايه من عند الكلاينت والدروب داون ليست كان اتغير ومش عارف ايه، الحاجات دي جايه في ايه؟ في الهيدن فيلد او في فيو ستيت. يبدا يعمل لها ايه؟ دي سيريالايز خلاص، عشان البيج بتاعته تبقى فيها القيم الجديده بقى اللي الكلاينت غير فيها. بعد كده يبدا يعمل ايه؟ يرن الانيشال كود اللي جوه اللود. بعد ما يرن الانيشال كود يرن ايه؟ لو كان في ايفنت حصل، طبعا اكيد في ايفنت حصل، ده انا رحت للسيرفر تاني يبقى كده ضغطت على باتون غيرت في دروب داون ليست، اكيد انا عملت ايفنت وداني للسيرفر تاني. بعد كده ممكن الايفنت دي او اللود والباتون ده او الايفنت ده يغير في مين؟ في القيم بتاعت التكست بوكس مثلا او الدروب داون ليست بتاعي. فابدا اعمل ايه تاني؟ اسيرياليز الدنيا تاني من اول وجديد. ابدا اخد كل الفيدز واحطها تاني في الفيلم وابعت الكلام ده لمين؟ للكلاينت. خلاص هي السايكل مش صعبه ولا حاجه. خلاص تمام كده؟ دي سيرياليز بيعمل ايه؟ بيفك الهيدن فيلد. مش انت لو لاحظت بص كده في الرننج دي سورس، شايف الفاليو بتاعت الهيدن فيلد عامله ازاي؟ واكيد مش هيبعت القيم دي لاي حد كده يقدر يعمل لها هاكينج وياخدها، فبيعمل لها سيريالايزنج بشكل معين. شايف الفاليو دي شكل الفاليو اللي جوه تكست بوكس. دي قيمه المفروض، بس طبعا هو عامل لها شكل كده شفرها. فانت لما تروح هناك بتعمل ايه بالظبط؟ بيفكها بقى عشان يعرف القيمه ويحط القيمه دي جوه التكست بوكس، عشان اقدر مثلا في البيج لود لو انا عاوز اعرض القيمه اللي جوه التكست بوكس دي خلاص، او عاوز تشيك عليها عاوز اعرف هي كانت كام، فلازم يعملها دي سيريالايز عشان يجيب لك القيمه الاساسيه بتاعتك خلاص، مش هيتعامل مع الفاليو بالشكل ده خلاص. طيب السؤال بقى دلوقتي، يعني انا لو جيت دلوقتي هنا جوه البيج بتاعتي خلاص، ادي الايفنتس ايا كان، تعالوا جوه مثلا اللود خلاص، انا عندي تكست بوكس وعندي ايه باتون، هاجي هنا اقول له انا عاوز تكست بوكس دوت تكست ايكوال هاي مثلا خلاص، بس انا عاوزه يعني كل مره يقاد على تكست بوكس يعني خلاص. طب نرن بقى الموضوع ده كده ونشوف هيحصل ايه. لو انت عملت رننج، انا هعمل حتى رننج من غير ديباجنج خالص. تعالوا نعمل رننج الاول من غير ديباجنج عشان نشوف الدنيا فيها ايه. هضغط على البتون، هو طبعا في اللود راح يعمل ايه الاول؟ حاطط هاي، تضغط على البتون تاني خلاص، معنى كده ان الكود بتاع اللود ده كل شويه يتنفس. طب هل ده منطقي؟ هو منطقي لو انت عاوزه ماشي، بس انا كديفلوبر انا ما اقدرش امنع الايفنت بتاع البيج لود ده ان هو يرن. انا ما اقدرش كديفلوبر ان انا امنع، اصل ده سيكونس اسست على الاستوديو تاني، هم هو ده السيكونس اللي هم ايه عملوا بيه الاستوديو تاني. قال لك خلاص تعالى جوه البيج لود هنا كده، قال لك في بروباليتي اسمها ايه؟ اسمها بيج دوت اس بوست is post back.
موضوع ان اليوزر يروح لغايه السيرفر ويرجع دي اسمها بوست باك. الكلاين راح لغايه اليوزر وخد حاجه جديده ورجع خلاص. اول مره اليوزر كان بيعمل بوست باك ده, هل البوست باك ده كان بترو ولا فورس؟ اول مره أول لسه بوست. اول مره اكيد هيبقى بايه, بفورس. ده لسه انا اول مره ما لكن انت لو ترو لو سمحت كده بعد اذنك, لو كان الاف لو كان البيج دوت از بوست باك ده ايكوال ايكوال فورس اعمل ايه؟ حط لي الكود اللي هو جوه مين, جوه اللود ده. طب لو كان بترو هيبقى انت بترو لما تعمل انت تاني مره. طب هو ازاي بيعرف ان هي تاني مره؟ احنا قلنا ان البيج بقى بتعمل سيريالايز الحاجات دي وبتغير في البروريتي دي وتخزنها عندك في الاتش ام ال خلاص, فبيبقى عارف انت دي ايه, دي المره الاولانيه ولا الثانيه ولا الثالثه اللي انت جاي فيها. على الاقل بس يبقى عارف ان دي مش اول مره, هو عارف ان هو مش مهندس يعني اعرف دي. اه طبعا ممكن تكاونتر لو انت عاوز يعني تكاونتر. هعمل ران هقفل البيج بتاعتي واعمل راننج. مش خلينا نعمل ديباج عشان نشوفها عامله ازاي. خلاص قلنا ديباج اول حاجه بيروح لمين؟ للانيشاليزيشن. بدا يخلص اهو خلاص, وبعد كده بدا يعمل ايه؟ اللود. فاول مره هي البوست باك دي اول مره ولا لا؟ لما هي اول مره يبقى هي اكيد بفورس لسه, ده اول مره اروح للسيرفر فراح جاي مخلي تكست بوكس بايه؟ بهاد. خلصنا الكلام ده راح جاي داخل على مين؟ على الانلود بتاعت البيج للسيرفر, وراح جاي مدمر الاوبجكت بتاعه خلاص. هيجي يضغط على البطن فالبطن هيعمل ايه؟ هيروح تاني للسيرفر فيبدا يرن مين الانيشاليز كود, بعد كده يخش جوه مين البيج رود. هي دلوقتي البيج دوت از بوست باك دي بترو ولا فورس؟ دي بترو خلاص. فانت كده اه كتبت كود جوه البيج دوت وكل حاجه, بس الكود ده هيرن كام مره؟ هي مره واحده بس. هكمل طبعا هيخش على الايفنت بتاعي وبعد كده يخش على مين على البيج رود. خلاص فهمنا القصه. في حته بس احنا ما قلناهاش, احنا كنا قلنا ان اي بيج البيج دي ليها كود بيهايند. هو ازاي رابط اساسا, ازاي رابط الانترفيس او الاتش ام ال ده بالكود بيهايند ده؟ لو دخلنا على البيج او الديزاين بتاع البيج هنلاقي ان في اول حاجه كده فوق خالص اول تاجه كاتب ايه؟ بيج لانجويج سي شارب. بدا يحدد ايه اللانجويج اللي مكتوب بيها البيج دي. انا هكتب الكود بيهايند بتاعي بايه؟ بسي شارب. بعد كده بدا يقول لك ايه؟ اوتو ايفنت فاير اب. انت الايفنتس اللي موجوده على البيج دي عاوزها تفاير ولا لا؟ طبعا انا عاوزها تفاير. تالت حاجه الكود فايل, الفايل بتاعك اللي فيه كود بيهايند اسمه ايه؟ بدا يكتب اسم ايه. طبعا انت لو غيرت اسم كود فايل او غيرت اسم البيهايند لازم تيجي هنا تغيره هو كمان خلاص. وفي الاخر عامل ايه؟ كاتب ان هو انهرس من بي اللي هي ديفولت 4. ايه ديفولت 4 دي؟ لو انت رحت على البيج نفسها في الكود بيهايند هتلاقي الكلاس اسمه ايه. اوكي رابط الكلاس يعني كمان يعني رابط الانترفيس في الكود بيهايند ومحدد انه كلاس جوه الكود بيهايند خلاص. لو احنا بنعمل اول بي يعني بنيجي نعمل بيج رايت كليك اد بيج هو بيضيف لنا شويه حاجات بالاتش تي ام ال كده صح, من غير ما اكتب الحاجات دي جايه منين. هو دايما بيورث من حاجه اسمها ايه, سيستم دوت ويب دوت يو اي دوت بيج. ده البيرنت ايه, ده البيرنت كلاس اللي انا مكريت منه اي او مكريت اي بيج جديد. هو بيعمل كلاس جديد من مين خلاص, بينهرت منه كل الحاجات دي. فبياخد شويه الديفولت كونفيجريشن اللي كانت فيه وحطها في الايه في البيج بتاعه خلاص. يبقى شكل لغايه دلوقتي الناس تعبت ولا احنا بنحكي؟ احنا الدنيا ما لغايه دلوقتي ما عملناش حاجه جامده خلاص. انا يهمني بس ان انتوا فاهمين الايه اللايف سايكل بتاعه الايه القصه دي كلها. طيب خدوا بريك كده 10 دقايق ولا حاجه شباب. خلاص الناس معايا دلوقتي. احنا اتفقنا ان في نوعين من الكنترولز الموجوده في الاي سي دي دوت. قلنا مين السيرفر كنترول والاتش تي ام ال كنترولز. ايه الفروق ما بينهم وما بين بعض؟ هنا الفروق اللي ما بينهم وما بين بعض ايه؟ اول فرق قلنا ان ايه, لو احنا لاحظنا لما كنا بنفتح كده الديو سورس الكود اللي هو بال HTML ده هتلاقي ان كل الكنترولز بتاعت السيرفر ليها خاصيه اسمها ايه, ران ات سيرفر, بحيث ان هو يبقى عارف ان الكود اللي بتاعها ده هيران فين عند السيرفر. اكيد بتاعت ال HTML دي ما لهاش ايه الخاصيه دي. رقم 2 قلنا ان الويب سيرفر كنترولز دي بتمنتين الستيت بتاعها
لو في فاليو موجوده في سيرفر كنترول الفاليو دي ممكن انا روحت السيرفر تاني ورجعت الاقيها موجوده زي ما هي. يعمل هو الكلام ده ازاي؟ حاجه اسمها فيو ستيت او حاجه اسمها هيدن فيو. خلاص هو بيخزن الحاجه دي في حاجه اسمها فيو ستيت. طيب تالت حاجه قلنا ان الكود بتاع السيرفر كنترول ده بيبقى كود ايه؟ سي شارب او اس دوت نت. انما الكود بتاع الكلاينت ده بيبقى ايه؟ سكريبتنج بس. الكود بتاع الاتش تي ام ال ده بيبقى سكريبتنج بس. خلاص قلنا ان الاتش تي ام ال كنترولز كلها عباره عن ايه؟ هي نفس الكنترول بتاعت الاتش تي ام ال، هو خد بقى السيرفر كنترولز دي وزود عليها شويه ايه؟ شويه برمجه. الكنترولز بقى بتاعت السيرفر نفسها، الكنترولز بتاعت السيرفر يندرج يعني برضه تحتها نوعين، حاجه اسمها اكشن ايفنتس وحاجه اسمها ايه؟ تشينج ايفنتس. في بعض الكنترولز اوتوماتيك لوحدها كده بتروح لمين؟ بتروح للسيرفر. في بعض الكنترولز اوتوماتيك لوحدها بتروح للسيرفر، زي مين؟ زي البطن. انا اول ما اضغط على البطن اوتوماتيك هو بيروح لمين؟ للسيرفر. في بعض في بعض الكنترولز لا بقى، يعني مثلا لو بختار حاجه من التشيك بوكس، خلاص التشيك بوكس ده او الدروب داون ليست، الدروب داون ليست ده انا لما بغير مثلا اخد قيمه ثانيه الدروب داون ليست ده ما بيروحش للسيرفر اوتوماتيك. خلاص طب هل انا اقدر اخليه يروح كده او يروح ينفذ الكود بتاعه والايفنت بتاعه على السيرفر؟ تعالوا نشوف. عندنا بيتش، تعالوا نعمل كده بيتش نجرب فيها الكلام ده. انا هاجي في البيج بتاعتي، قلنا ان اول حاجه وافضل حاجه ان انا بعملها في الاول ان انا اعمل ايه؟ ادراج التيبل بتاعي عشان الدنيا بتاعتي تبقى منظمه. خلاص طبعا انا ممكن اخش جوه السورس بتاع الاتش تي ام ال واعمل ايه؟ ده الكود بتاع التيبل اهو، تي ار وتي دي. لو انا عاوز اضيف اي رو واروح جاي اعمل ايه؟ واخد دول كده كوبي بيست ونازل هنا وعامل ايه؟ خلاص كنترول في زي ما انت عاوز، ترجع تاني على السورس تلاقي الدنيا ايه؟ خلاص السبليت دي بتعمل ايه؟ بتبين لك الاثنين. الحاجة اللي تكتبها فوق هنا، يعني انا لو جيت هنا كده في الاول خالص جوه الديف، حد عارف يعني ايه ديف؟ ديف دي زي الباراجراف بالظبط، ان البيج بتاعتك تبقى مجموعة ديفز. اي حاجة بتكتبها هنا بتظهر فين؟ بتظهر في البيج بتاعتك. برضو اي حاجة انا هكتبها هنا هو اوتوماتيك هيعمل ايه؟ دي حاجة بس موجودة في 2008. ما علينا بقى من القصة دي كلها. انا عاوز اعمل ايه؟ انا عندي دلوقتي طبعا كل اللي هنشتغل عليه هنشتغل ايه بقى؟ سيرفر كنترولز، ادي تكست بوكس وادي تكست بوكس تاني، وعندي دروب داون ليست، وعندي بطن. خلاص انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز في اللود املى الدروب داون ليست، عاوز في اللودنج بتاعي املى الدروب داون ليست دي. فاخش هنا كده واقول له ايه؟ دروب داون ليست 1 صح دوت ايتمز دوت اد، وابدا اضيف الايه؟ الفاليو بتاعها. هكتب الفاليو بتاعتي كايرو اليكس ومنصور. خلاص ده كده في البيج لود بتاعتي. تاني حاجه عاوز اعمل ايه؟ عاوز اما تشيك حاجه او اختار حاجه من الدروب داون ليست ده تظهر لي فين؟ في التكست بوكس الاولاني. يبقى هاجي كده على الدروب داون ليست، طبعا الديفولت ايفنت او انا عاوز اشوف الايفنتس كلها اروح على بروبرتيز اعمل ايفنتس هلاقي الايه؟ دي الايفنتس بتاعت مين؟ بتاعت الدروب داون ليست. طبعا الديفولت ايفنت كل كنترول ليه حاجه اسمها ديفولت ايفنت. الباتون الديفولت ايفنت بتاعه مين؟ الكليك. دروب داون ليست الديفولت ايفنت بتاعه ايه؟ سيلكت اندكس تشينج. دبل كليك عليها سيلكت اندكس تشينج. انا هخليه التكست بوكس الاولاني دوت تكست يساوي القيمه الموجوده فين؟ في الدروب داون ليست. دروب داون ليست دوت سيلكت فاليو او دوت ايه؟ او دوت تكست. خلاص عاوز كمان في مشكله ده سيلكتد اندكس تشينج ايه؟
دوت سيلكتد اندكس وتحددي الاندكس بتاعك ماشي. انا عارف ان هي ليها كذا طريقه. التكست ده بيعمل ايه؟ التكست ده بيعمل ايه؟ بياخد التكست. انت غيرتي فبياخد التكست على طول وبيعملها اوتوماتيكلي. طيب عندي كمان في البطن عاوز اما اضغط على البطن ياخد الفاليو الموجوده في الدروب داون ليست واحطها في تكست بوكس 2. خلاص يبقى عندي تكست بوكس 2 تو تكست. هيعمل ايه برضو؟ هياخد نفس الكود بتاع مين؟ بتاع الدروب داون ليست. نعمل راننج ونشوف المشاكل بتاعتنا بقى. ران البيج. طبعا انت لما بترن البيج او لما بعمل راننج كده هو بيشوف انت واقف على انهي بيج ويعمل لها راننج. طبعا انت ممكن تيجي استنى هنا كده وتقول له لا انا عاوز مثلا البيج دي اللي تستارت على طول في الاول. تعمل رايت كليك وتقول له ايه؟ سيت از ستارت بيج. ادي الراننج بتاعي. ادي الدروب داون ليست والبطن. خلاص؟ انا دلوقتي عاوز ايه؟ انا كنت عامل ايفنت او اللود بتاعي ان هو يملى الايه؟ الدروب داون ليست. ده اول حاجه. طب انا لما اختار الدروب داون ليست المفروض يعمل ايه؟ يملى تكست بوكس. ما عملش اي حاجه. وقت ما ضغطت على البطن راح يعمل ايه؟ واخد الفاليو لان البطن ده راح للسيرفر فنفذ الكود بتاع البطن. وكمان كان في اكشن مش موجود راح جاي منفذه اللي هو الاكشن اللي انا عملته في الاول. لا انا عاوز اوريدي اول ما اضغط على الدروب داون ليست او اغير فيها هو يروح ينفذ الكود بتاع مين؟ بتاع السيرفر. كنا قلنا ان في نوعين من الايه؟ من الكنترولز، اكشن كنترول وايفنت كنترول. الاكشن كنترولز دي اللي هي اوريدي بتروح للسيرفر على طول. الايفنت لا ده دي لازم تيجي كده انت ولو انت عاوز الكود بتاع الدروب داون ليست ده يران عند السيرفر تيجي كده على الدروب داون ليست هتلاقي فيه سمارت تاج تحتيه هيقول له ايه؟ انيبل الاوتو بوست باك. يعني ان هو يروح يعمل ايه؟ ريلودنج للبيج تاني من اول وجديد. يروح يعمل ريلودنج للبيج تاني من اول وجديد. نعمل ران. اختار بقى من الدروب داون ليست. تمام راح جاي رايح للسيرفر اهو عمل لودنج وراح رايح للسيرفر وكاتب الكلمه بتاعته. بس المشكله ايه؟ يعني البيج دول مالها القرار التاني. طب احل المشكله دي ازاي؟ المشكله دي احلها بان انا اجي هنا كده جوه البيج دود واقول له ايه؟ لان الكود هتنفذه كام مره؟ هي مره واحده. امتى المره دي؟ لو كانت البيج بتاعتك دوت از بوست باك ايكوال ايكوال فورس ده معناه ايه؟ ان دي اول مره فهبدا اعمل ايه؟ انفذ الكود اللي جوه ده. خلاص يبقى انا كده حليت الايه؟ خلاص حليت المشكلتين. جيت على كنترول اللي هو مش اوتوماتيك بيروح للسيرفر وخليته ينيبل الايه؟ البوست باك بتاعته. وبالتالي بقى اي اكشن يحصل على الدروب داون ليست دايما بيروح لمين؟ للسيرفر. خلاص الباتون ما كانش فيها مشكله لان الباتون بيروح للسيرفر اوتوماتيك. تاني مشكله ان كان عندي كود كاتبه في البيج لود والكود ده كل مره انت بتعمل ريلودنج للبيج بيتعاد تاني. حل المشكله دي ازاي؟ في البوست. خلاص مين؟ الله يسلمك منك. الفرق ما بين ايفنت والاكشن كنترول دي كنترولز. الاكشن ده كنترول اوتوماتيك اي ايفنت بيتنفذ عليه بيروح رايح للسيرفر زي الباتون كده. اول ما بضغط على الباتون بروح للسيرفر ده كده اسمه اكشن كنترول. خلاص ده اسمه اكشن كنترول. الدروب داون ليست دي اسمها ايفنت كنترول. يعني اي ايفنت بيحصل عليها او اي اكشن بيحصل عليها ما بيروحش اوتوماتيك للسيرفر. بس انا اقدر اروح على كنترول واينيبل الايه؟ انيبل الاوتو بوست باك وهو اوريدي يروح رايح لمين؟ للسيرفر ومنفذ الايفنتس بتاعته. خلاص يبقى تاني اكشن كنترول وايفنت كنترول. في بعض الكنترولز اوتوماتيك بتروح للسيرفر في بعض الكنترولز لا. خلاص احنا كل القصه دي او كل اللي عملناه ده ان انا عمال اتعلم ازاي ان انا اعمل زي التكست بوكس ما فيهوش ما بيروحش للسيرفر على طول. يعني لما بتغير مثلا سيلكت اندكس تشينج ولا حاجه ما بيروحش. عادي يعني اي يعملوا دراج انت كل كنترولز اي واحد لو في سمارت تاج وبيقول لك انيبل الاوتو بوست باك يبقى ده ايفنت كنترولر. خلاص طيب انا دلوقتي كل اللي اتعلمته لغايه دلوقتي ان انا يبقى عندي تو بي او بيج وبظهر الكونتنت بتاعي. طب انا لو عندي بقى تو بيجز ازاي يبقى عندي بيج واقدر اعمل فيها باتون مثلا الباتون ده انا لما كليك عليه ما يروحش يعمل لي ريسبونس تاني او يجيب لي نفس البيج بتاعتي لان انا عاوز اكليك على الباتون يروح لبيج تاني. عاوز اما كليك على الباتون يروح لبيج تاني. فهاجي هنا مثلا الاكزامبل بتاعنا ده كده هاجي اعمل بيج كمان وعاوز في الباتون او الكليك بتاع الباتون بتاع مين؟ بتاع 5 ده عاوز الكليك بتاع الباتون ده اعمل ايه؟ خلاص سيبك من ان هو يعمل يعني الكلام ده اند
خلاص عاوزه يعمل ايه؟ انا عاوزه يروح لصفحه تانية. خلاص ده في اوبجكت اسمه ريسبونس دوت ريدايركت. خلاص انت اول ما بتضغط على البطن البطن بيروح للسيرفر صح؟ ريسبونس دوت ريدايركت. بعد كده يعمل ايه؟ تحدد انت هنا اسم البيج اللي انت عاوز البطن يريدايركت عليه. خلاص انا هخش على مين؟ ديفولت 6.asbx. خلاص يبقى انا كده هيحصل ايه؟ تعالوا بقى نعمل راننج ونشوف ايه القصه. تعالوا نقف تاني على البيج اللي هي 5 ونعمل ران. بس عاوزين نعمل ديباجنج عشان نشوف ايه اللي بيحصل. هعمل بوليتس هنا واعمل بوليت كمان في مين؟ في الدروب داون ليست، واعمل بوليت في البطن، واروح كمان في البيج الجديده بتاعتي اخش على اللود بتاعتها واعمل برضو ايه؟ البوليت. انا عاوز اشوف الاكزكيوشن بتاعي بيمشي ازاي بقى. خلاص عاوز اشوف الاكزكيوشن بتاعي بيشتغل ازاي. هاجي هنا كده واقف على البيج اللي هي رقم 5 واعمل ران. اول حاجه قلنا ان هو بيعمل ايه؟ اول ما انت بتعمل ران اول حاجه بيعملها ان هو يروح لمين؟ للبيج رود بتاعت بيج 5. هنفذ الكود بتاعها. خلاص تمام. هبدا اضغط على مين؟ على البطن. ضغطت على البطن راح رايح عامل ايه تاني؟ رايح على البيج رود برده. ما هو كده كده راح للسيرفر فيروح رايح عامل ايه؟ ملود البيج تاني ويبدا ايه؟ يكونفيجر الدنيا بتاعته وبعد كده يعمل ايه؟ طبعا هو ما دخلش فين؟ ما دخلش في الكود عشان انيبل بوست باك ويروح ينفذ الكود بتاع مين؟ بتاع البطن. راح رايح عامل ايه؟ الريدايركت وديته البيج تانية فبدا يروح كسيرفر ان هو يكريت ايه؟ اوبجكت من البيج الجديده. فاول حاجه يخش فيها هي مين؟ اللود بتاعه. خلاص طبعا انا مش كاتب اي حاجه في البيج. خلاص كده؟ يبقى انا دلوقتي قدرت بريسبونس دوت ريدايركت دي ان انا اعمل ايه؟ ان انا عندي مثلا بطن لما اضغط على البطن ده عاوز ريدايركت او عندي لينك عاوز اضغط على اللينك ده اروح لبيج تاني. زي ما كنت بعمل كده في الاتش تي ام ال. ريسبونس دوت ريدايركت دي تقدر تعمل لك الكلام ده. طيب انا عاوز دلوقتي كمان اتنقل للبيج الثانيه دي، اتنقل للبيج الثانيه دي بس اخد بارامتر معايا من البيج الاولانيه. يعني انا عاوز ادخل مثلا اللي هو اليكس او كايرو اللي هي القيمه بتاعتي او القيمه اللي في الدروب داون ليست دي. انا عاوز اعرض القيمه اللي في الدروب داون ليست دي جوه مين؟ جوه البيج الثانيه دي. عاوز اعرض القيمه الموجوده في الدروب داون ليست جوه البيج الثانيه. طب هعمل ايه؟ قال لك ان انت السيكونس بتاعك اول ما تضغط على البطن هو بيروح تاني يعمل ايه؟ لود. بعد اللود يعمل ايه؟ ريسبونس دايركت يروح رايح على البيج الثاني. خلاص؟ قال لك لا انا عاوز اول ما البطن يضغط او اول ما اضغط على البطن هو اوتوماتيك يعمل ايه؟ ما يروحش يكريت اوبجكت جديد من البيج. ما يروحش يكريت اوبجكت جديد من البيج اللي انا واقف عليه. انا دلوقتي عامل بيج والبيج دي على بطن. عاوز اما اضغط على البطن يعمل ايه؟ البيج دي كده كده هتيجي في ريكوست صح؟ كده كده البيج دي جاي معايا. هيسميها السيرفر هيسمي البيج دي بريفيوس بيج. هيسمي البيج دي بريفيوس بيج. وانت هتكتب جوه البطن ان انت هتعمل ايه؟ ريسبونس دوت ريدايركت. ساعتها هو يعمل ايه كمان؟ يعمل لك اوبجكت من بيج تاني. بقى عنده دلوقتي البيج اللي هو شغال عليها وعنده حاجه اسمها ايه؟ بريفيوس بيج. بس الكلام ده ما ينفعش يتعمل بالكودنج كده. قال لك ان انت ممكن تيجي عند البطن نفسه البيج بتاعتنا. هاجي عند البطن واروح على البروبرتيز بتاعت البطن هلاقي فيه حاجه اسمها ايه؟ بوست باك يو ار ال. يعني ايه بوست باك؟ يعني لما تروح للسيرفر وانت راجع ارجع على يو ار ال تاني. يعني لما تعمل بوست باك وتروح للسيرفر وانت راجع ارجع على يو ار ال تاني. خلاص تاني لما بكتب ريسبونس دوت ريدايركت جوه البطن بيحصل ايه؟ يروح يعمل لودنج تاني ويروح ينفذ الكود اللي جوه مين؟ البطن. يعني كده كده بيروح يعمل ايه؟ يكريت اوبجكت من البيج الاولانيه صح؟ مش عارف اتفقنا على كده. البطن بيعمل ايه؟ اول ما بضغط على البطن بيعمل ايه؟ بيروح على اللود بتاع البيج. يعني ايه راح على اللود؟ يعني كاريت اوبجكت جديد. كاريت اوبجكت جديد من البيج بتاعتي خلاص؟ لا انا عاوزه ان هو اول ما يضغط على البطن يعمل ايه؟ يروح يريدايركت على طول. طب والبيج الاولانيه؟ هيسميها بريفيوس بيج. السيرفر بيسميها بريفيوس بيج. يبقى ساعتها لما اجي انا هنا كده اقدر اجي اعمل ايه؟ اقول له ان البيج اللي اخش عليها هي مين؟ ست صح؟ البيج اللي انا اخش عليها هي 6 واجي في الكود بتاع مين؟ بتاع البطن واديليت بقى الايه؟ السطر ده لان في هدف البوست باك يو ار ال دي ان هي تعمل ايه؟ ترجع دي بتديسيبل الايفنت نفسه بتاع الايه؟ بتاع البطن وتعمل لك ايفنت جديد. خلاص بتديسيبل الكود اللي جوه البطن وتعمل لك ايه؟
كود جديد. انا دلوقتي لما اجي اعمل ران او حتى تعالوا نعمل ديباجنج عشان نشوف هو هيعمل ايه. اف 5 هيبدا دي البيج الاولانيه, فهيضطر يعمل ايه برضو يكريت منها اوبجكت كالعاده. بعد ما كريت الاوبجكت هيبدا يظهر لك البيج. اول ما اضغط على البطن راح لمين بقى؟ راح الصفحه الثانيه على طول. يعني خلاص ما بقاش بقى بيخش ثاني في اللود بتاع البيج الاولانيه ويروح ينفذ الايفنت اللي جوه البطن. لا هو فعلا هو فعليا بيخش فيهم, بس الكلام ده ما ينفعش يبان على الديباج. خلاص هو فعلا البيج اللي جايه دي هو بيروح يكريت منها اوبجكت جديد وتبقى عنده ويسمي الاوبجكت الجديد ده ايه؟ بريفيوس بيج. خلاص بس الكلام ده ما ينفعش يبان على الديباج. خلاص معنى كده ان انا اقدر دلوقتي في البيج او في اللود بتاعت البيج دي ان انا اكسس مين؟ البريفيوس بيج. ما هم التو اوبجكت دلوقتي موجودين عند السيرفر صح؟ مش تو اوبجكت دلوقتي موجودين عند السيرفر. يبقى انا اقدر دلوقتي اخش جوه اللود هنا كده واقول له ايه؟ انا عاوز اكسس البريفيوس بيج واجيب منها فاليو معين. عاوز اكسس البريفيوس بيج واجيب منها فاليو معين. طب ايه الكود اللي هيتكتب جوه هنا؟ قال لك ان انت برضو عندك بيج دي. دلوقتي احنا ما كنا عاملين البطن وكاتبين ريسبونسز دوت ريدايركت جوه البطن. حصل ايه؟ اول ما عملت يو ار ال او عملت الكوست للبيج دخل في اللود وبعد كده عرض البيج. ضغطت على البطن دخل تاني في اللود تاني وبعد كده راح رايح للبطن ومنفذ الكود اللي جوه البطن وراح رايح منفذ اللود بتاعت مين؟ البيج التاني. اما عملت بوست يو ار ال دي عملت ايه؟ اول ما ريكوست البيج راح جاي داخل على اللود عرض لك البيج. ضغطت على البطن راح جاي هو اوتوماتيك داخل على مين؟ داخل على البيج التانية. ما عملش نفس السيكونس اللي كان بيعمله قبل كده. خلاص ليه؟ لانه مسك البيج القديمه دي وعمل منها اوبجكت وسماها عنده بريفيوس بيج. مسك البيج القديمه وعمل منها اوبجكت وسماها ايه؟ بريفيوس بيج. بقى كده السيرفر نفسه دلوقتي بالحاله اللي احنا فيها دي السيرفر شايف التو بيجز ولا لا؟ السيرفر نفسه شايف التو بيجز. يعني انا اقدر اجي هنا كده اقول له بيج في بروبابيلتي اسمها ايه؟ بريفيوس بيج. كده انت اكنك بتاكسس البيج الايه؟ الاولانيه. دوت هي البيج عباره عن ايه؟ شويه تاجات اتش تي ام ال وكنترولز على التاجات. يعني انا اقدر اقول له ايه؟ فايند كنترول صح؟ آه. واكتب اسم الكنترول بتاعي. يعني روح في البريفيوس بيج ودور لي على كنترول اسم الكنترول بتاعك ايه؟ انا عاوز اعرض القيمه اللي جوه الدروب داون ليست 1 صح؟ كده السطر ده عمل ايه؟ راح دور في البيج الاولانيه ورجع لك اوبجكت. الاوبجكت ده شايل ايه؟ شايل الدروب داون ليست كله بالقيم اللي جواه. شايل الدروب داون ليست كله بالقيم اللي جواه. طيب انا عاوز اعرض القيم دي او عاوز اعرض القيمه بتاعت الدروب داون ليست في مين؟ في ليبل. خلاص يبقى لازم اروح في البيج دي كده واعمل ايه؟ اروح في بيج 6 واضيف ليبل كده. انا عاوز في الليبل ده يظهر لي ليه؟ القيمه اللي كانت على الدروب داون ليست. القيمه اللي كانت على مين؟ على الدروب داون ليست. خش تاني جوه الكود هاجي هنا اقول له ايه؟ ليبل 1 دوت تكست بيساوي مين؟ احنا قلنا ان اللي راجع ده عباره عن ايه؟ اوبجكت. طب هو الاوبجكت ده المفروض يبقى ايه؟ ده المفروض ده يبقى ايه؟ دروب داون ليست. فهعمل كاستنج لدروب داون ليست. كده بقى الاوبجكت اللي راجع بالنسبه لي ده كله ايه؟ خلاص ما بقاش اوبجكت بقى دروب داون ليست. ازاي اعرض القيمه اللي على الدروب داون ليست؟ هاخدها كلها كده واقول له ايه؟ خلاص لو جيت بقى عملت راننج هاجي اقف على البيج الاولانيه واعمل ران. انا مش عاوز اعمل اي حاجه, انا هضغط بس على البطن بتاعي. ضغطت على البطن راح رايح اعمل ايه؟ واخد القيمه اللي هي كايرو وراح جاي عارضها لك في الليبل بتاعي. خلاص ليه؟ لان هو مسك البيج الاولانيه دي وسماها بريفيوس بيج فيها الكنترولز بالداتا اللي فيها كلها. خلاص وهو كده كده بيخش على اللود بتاعت البيج الثاني لان انا كتبت بوست يو ار ال. راح جاي عامل ايه؟ هو راح جاي الريندر بتاعه او هو راجع هيرجع على بيج ثاني اساسا. فراح جاي مكريت اوبجكت من البيج الثانيه دي فعنده بريفيوس بيج وعنده البيج اللي هيحصل لها ريندر. قدر بالبيج اللي هيحصل لها ريندرنج دي ان هو ياكسس مين؟ البريفيوس بيج ويدور على كنترول جوه البريفيوس بيج ويجيب الفاليو بتاعته. خلاص تمام كده؟ ايوه ما هو ماشي هي ضمنت كل حاجه بس انت لما تضغطي على البطن بيحصل ايه؟ مش بيروح ينادي تاني على اللود؟ يعني بيروح يكريتها تاني. هو ايوه لا ما هو يعني هو من جواه بيدخل فيها فعلا بس مش بيبان في الديباج. احنا لما جينا عملنا ديباج وضغطنا على البطن راح رايح اوتوماتيك على مين؟ على البيج التاني. طب والاولانيه؟ ما هو كده كده البطن برده راح على اللود وراح على كل حاجه بس الكلام ده مش بيبان معايا. السيرفر بيعمل الكلام ده لوحده. بوست يو ار ال اللي هي البروبابيلتي اللي انا جبتها دي بتعمل ايه؟ خلي السيرفر لوحده يكريت لك البيج.
في الكونتنت اللي فيها كل حاجه ويسميها لك ريفرس بيج. دي حاجه السيرفر لوحده هو اللي بيعملها خلاص، وبيهتم بس بيه بقى بان هو يكاريت الاوبجكت الجديد بتاع مين، بتاع البيج اللي هترجع بقى ويحصل لها ريدن خلاص. ففي الحاله دي بيبقى عندك من البيج بتاعتك ايه، او بيبقى عندك في السيرفر تو اوبجكتس، واحده من البيج القديمه واحده من مين، من البيج الجديد. خلاص قدام التو اوبجكت موجودين على نفس السيرفر بتاعي، موجودين في نفس السيشن بتاعتي، اقدر اكسس ايه فاليو موجوده في اي واحده ثانيه خلاص. فهمت؟ ايوه ماشي، هو نفس السؤال يعني. طب انت عارف الاجابه دلوقتي؟ احنا دلوقتي قريتنا اوبجكت وتدمر صح؟ انت دلوقتي لما تيجي تعمل باتون بيروح جاي حصل ايه؟ او ما بضغط على باتون يروح للسيرفر يعمل لود تاني لنفس الصفحه اللي هو واقف عليها صح؟ مش ده السيكونس بتاع الاي سي لود تاني؟ بس انت جيت على الباتون وقلت له ده البوست باك يو ار ال بتاعك، هيرجع على يو ار ال تاني. فحصل ايه ساعتها؟ راح رايح السيرفر نفسه بكاريت اوبجكت من البيج القديمه وسماه بريفيوس بيج من غير ما انا اشوف الكلام ده، وراح رايح اوتوماتيك على مين بقى؟ على البيج الجديده اللي هيحصل لها ريندرنج وترجع لمين؟ وهترجع للكلاينت جوه البيج دي. انا في الحاله دي وانا واقف جوه البيج او اللود بتاعت البيج الثانيه دي بقى عندي الايه؟ التو بيجز، فقدرت من خلال البيج الثانيه ان انا اكسس البريفيوس بيج بتاعتي. بقدر اتشيك على البريفيوس بيج كده؟ ده سؤال ثاني. هو يحصل ايه لو اليوزر دلوقتي وقف على البيج اللي هي 6 دي وعمل رن؟ طبعا خش جوه اللودنج يعني، طبعا ضرب اكسبشن بيقول لك ايه، انا ما عنديش بريفيس بيج. ليه؟ لان انت جيت تعمل رننج انت عملت كولنج للبيج دي، فين بقى اساسا الريندر وفين الباتون وفين هو انت عملت رندر. فانت ممكن تحل المشكله دي ازاي؟ بان انت تيجي في الاول هنا كده وتقول له ايه، انا هسال الاول بحيث ان الكلاينت او اليوزر لو في وقت من الاوقات دخل على مين؟ دخل على البيج على طول، تسال هقول له لو كان في اوبجكت اساسا متكاري من البريفيوس بيج ده، لو كان نوت نال معنى كده ان في ايه؟ في اوريدي فعلا اوبجكت متكاري عند السيرفر من حاجه اسمها بريفيوس بيج، ساعتها هيقدر يخش. لو انا عملت راننج تاني للكلام ده خلاص، عملت راننج تاني هيبدا يعمل ايه؟ هو اه ما ظهرش قيمه كايرو بس ما ضربش على الاقل الاكسبشن، لانه سال الاول هو في بريفيوس بيج، ما فيش بريفيوس بيج، فراح جاي عارض لك الليبل زي ما هو. طيب بس ينفع الفاليو بتاعتها بتاعت بريفيوس بيج يعني اعرف جاي من انهي صح؟ او تلاقي دوت بقى في جديده تبدا. انت دلوقتي بريفيوس بيج ده هو عباره عن اوبجكت كامل من بيج، ادى كل اللي انت عاوزه. انت قدرت توصل للكنترول عشان توصل لاسم البيج خلاص؟ كده اتفقنا؟ طيب دي واحده من الطرق، احنا عندنا ست طرق كده ان شاء الله ناخدهم بينقلوا بارامترز زي نقل البارامتر من بيج لبيج. اول طريقه بالبوست يو ار ال ده خلاص، بس ده مشكلته ايه؟ ان هي اه دايمنشن واحد يعني، انا دوبك اقدر اكسس البيج اللي قبليه بس خلاص. طب لو حبيت تعمل واحده كمان لازم كل مره بقى تقول له بريفيوس بيج، فدي قصه مجهده جدا خلاص. ده ايه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين او الحاله الثانيه احنا ناخدها كمان، ان انا ممكن ابعت البارامترز بتاعتي على اليو ار ال. شايفين اليو ار ال مكتوب فوق ده؟ هو فتح الصفحه اللي اسمها ايه؟ default.acbx. طب انا مش ممكن ابعت البارامترز بتاعتي مع اليو ار ال دي؟ انا لو بعت البارامترز اكيد البيج دي هتقدر تشوف الفاليوز اللي في البارامترز صح؟ فدي طريقه ثانيه، ان انا ببعت البارامترز بتاعتي عن طريق اليو ار ال او حاجه اسمها كويري سترينج. في طريقه، في حاجه اسمها سيشن بقى لسه هناخدها، وفيو ستيت. شايفين فيو ستيت اللي هو بيعملها لوحده؟ انا ممكن انا كمان اعمل فيو ستيت واقدر اخزن فاليو بتاعت قيمه وابقى ارجع لها تاني. عندنا سيشن بقى وابلكيشن فاريبلز وفيو ستيت والكوكيز كمان. كوكيز ممكن استخدمها زي ما عملته كده في الجافا سكريبت، انا اقدر استخدم الكوكيز في ان انا سايب فاليوز وريتريف الايه؟ الفاليوز دي خلاص؟ ثانيا بس احنا النهارده احنا اتعلمنا دلوقتي ان احنا نعمل ايه؟ نعمل بوستنج باستخدام مين؟ اليو ار ال. انا بعمل بوستنج باستخدام سوري باستخدام البوست يو ار ال. طيب انا عاوز بقى اعمل بوستنج دلوقتي وابعت الفاليوز بتاعتي على مين؟ على اليو ار ال. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا نروح نعمل تو بيجز جداد خالص. هاجي على الصفحه رقم 7 دي. زي ما قلت اول حاجه بعملها ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه دايما اعملها ان انا احط التيبل بتاعي. ده اول حاجه افكر فيها عشان الديزاين وشكل الداتا بتاعتي تبقى طالعه ايه؟
كويسه. رقم 2 هبدا بقى اقول انا دلوقتي عاوز اعمل ايه. انا عاوز اعمل تكست بوكس احط فيه النيم وتكست بوكس احط فيه الايدج واقرا النيم والايدج دول في ايه في صفحه ثانيه خلاص. طبعا كان واحد من عيوب البوست يو ار ال ان انت كنت لازم تبقى عارف اسامي الكنترولز بتاعتك خلاص وطريقه بقى هي ولازم تعمل كاستنج والقصه الطويله دي. طبعا الكلام ده صعب. لا انا هاجي هنا هعمل مثلا ادي ليبل ليبل كمان وهعمل تو تكست بوكسز دخل فيهم النيم وعمل تكست بوكس تاني دخل فيه الاتش وادي البوتن بتاعي اللي هيعمل ايه هيعمل ريندر على الايه على الصفحه التانية خلاص. غير في البروبرتيز بتاعتي اغير الليبل ده اسمي الليبل ده نيم ده الايجيبت خلاص. ده مجرد ان انت تخش جوه البطن هنا كده. انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز اما اضغط على البطن يريدايركت للصفحه بتاعتي الايه لصفحه ثانيه. فاقول له ايه ريدايركت وبكتب اسم الصفحه اللي انا عاوز اعمل لها ايه لا مش شرط خلاص. انت لغايه كده عملت ايه؟ عملت البيج بتاعتك او صممت البيج بتاعتك وقلت اما هضغط على البطن هروح لفين؟ اما هضغط على البطن هروح لفين؟ اجي تاني كده اقف على البيج بتاعتي واعمل راننج. ادي القيم اهي ظهرت لك بدات ادخل القيم بتاعتي. اول ما هضغط على البطن هيحصل ايه؟ البطن هيريدايركت لصفحه ثانيه. وفين بقى قصه ان انا ازاي اقدر ابعت الفاريبلز بتاعتي دي جوه مين؟ جوه اليو ار ال. قال خلاص انت تعالى في الريسبونس جوه الريسبونس هنا كده وقول له انا مش هبعت بس مين؟ انا مش هبعت بس اسم البيج لا انا هعمل كمان كويتشن مارك كده وابدا ابعت كمان مين؟ فاريبلز. هبعت اول بارامتر اسمي اول بارامتر نيم. طب النيم هياخد القيمه بتاعته منين؟ من التكست بوكس الاولاني. يبقى بلس تكست بوكس 1 دوت تكست. طب انا عاوز ابعت بارامتر كمان. قال له خلاص تعالى واعمل اند وابدا حدد اسم البارامتر الثاني اللي انت عاوزه. انا عاوز ابعت مين كمان؟ الايج ايكوال وده هيساوي مين؟ خلاص كده بقى اليو ار ال بتاعك اليو ار ال نفسه مبعوت فيه مين؟ اسم البيج بتاعتك وكمان البارامترز. اما اول ما اجي بعمل راننج هنا كده وهكتب مثلا النيم بتاعي احمد والايج 30 واعمل اضغط على البطن بتاعي. شايفين اليو ار ال شكله عامل ازاي؟ مكتوب ان الديفولت بيج بتاعتك 8.acbx وكويتشن مارك بعد كده البارامترز بتاعتك ايه؟ موجوده على اليو ار ال ايه؟ ان البارامتر الاول اسمه ايه وفي قيمه اللي هي احمد والبارامتر الثاني اسمه ايه؟ ايج وفي مين؟ وفي 30. طب ايه ميزه بقى القصه دي؟ احنا لسه ما عرضناش القيم بس ايه ميزه؟ ايه ميزه وعيوب ان انا استخدم اليو ار ال ده؟ طبعا عيوبها الفظيعه ان انت الحاجات مالها مربوطه على اليو ار ال يعني مش محتاج حد حتى حد يعمل هاكينج عليك. ده هي حاجه مش متشفره هي باينه اساسا. ده رقم واحد خلاص. يبقى رقم واحد ان البارامترز بتاعتك بتتبعت على اليو ار ال اي حد ممكن يشوفها. رقم اثنين ان انت ما تقدرش تبعت فوق في اليو ار ال ده غير شويه سترينجز بس. الحاجات اللي بتبعتها سترينج عباره عن سترينج. رقم ثلاثة ان هي ليميتد. اقصى عدد من البارامتر اللي تقدر تبعتها تقريبا 255. ده اقصى عدد من البارامتر اللي اقدر ابعتها. واحنا عمرنا ما هنعمل بس يعني ده واحد من العيوب بتاعتي. طب يفهم الموبايلات كده. الكوتشن مارك والاند والحاجات دي انا حسيتها ضحك يعني بس هي لا هي كوتشن مارك واند. لازم كوتشن مارك بعد البيتش وبعد كده اعمل اند ما بين كل بارامتر وبارامتر واعمل ايكوال عشان يعني انت بتقول له ايه؟ ان انت عندك بارامتر اسمه نيم والفاليو بتاعته احمد وعندي بارامتر ثاني اسمه ايج والفاليو بتاعته 30. خلاص ايه المزايا بتاعتها؟ البرفورمانس. طبعا البرفورمانس هنا عالي جدا ان انت مش محتاج تكاري فاريبلز ولا محتاج تعمل اي حاجه. انت بتري دايركت البيج هو اوتوماتيك بياخد الايه؟ الفاريبلز معاه وهو ماشي. خلاص طيب ازاي اقدر بقى جوه البيج دي ان انا اكسس القيم دي؟ ازاي اقدر جوه البيج اكسس القيم دي؟ نروح على البيج وهعمل مثلا ليبل. نروح على البيج بتاعتي وادراج. برضو اول حاجه بنعملها ان انا بدراج الايه التيبل بتاعي عشان يتحكم في الابيرنس. عاوز اعرض بس تو ليبلز. الليبل الاولاني هعرض فيه النيم والليبل الثاني هعرض فيه مين؟ الايج.
خلاص. هاجي على الليبل الاولاني مثلا هكتب فيه كلمة ويلكم وهكتب الاسم بتاعي وبعد كده هكتب هنا الايه يو اتش ايكوال والفاليو بتاعها. خلاص انا عاوز الليبلز دي ابقى ازود عليها مين؟ ابقى ازود عليها القيم بتاعها. طب انا ازاي بقى اقدر اكسس القيم اللي جوه اليو ار ال؟ هو يعني ايه ريكويست ويعني ايه ريسبونس؟ الصفحه الكلاينت يعني بيطلب من السيرفر حاجه. لا الكلاينت ما بيعملش اي حاجه. الكلاينت عندنا كل اللي بيعمله ان هو بيعمل ايه؟ بينيشيت الكونكشن مع السيرفر. خلاص الريكويست يعني السيرفر بياخد حاجه من الكلاينت. الريسبونس يعني السيرفر بيبعت حاجه للكلاينت. الكلاينت ده ما بيعملش اي حاجه. الكلاينت بينيشيت بس الايه؟ الكونكشن بتاعه. خلاص يبقى كلمه ريكويست معناها ان السيرفر بياخد حاجه من الكلاينت. كلمه ريسبونس معناها ان السيرفر بيبعت حاجه للكلاينت. لما كنت بحب اريدايركت على بيج ثانيه كنت بكتب ايه؟ ريسبونس. خلاص ان السيرفر نفسه هيبعت البيج دي لمين؟ للكلاينت. خلاص؟ طيب هي القيم اللي موجوده على اليو ار ال دي دلوقتي موجوده عند الكلاينت ولا موجوده عند السيرفر؟ هي باينه عند الكلاينت. اما احب اعرف ان انا كسيرفر اخد القيم دي هعمل ريكويست ولا هعمل ريسبونس؟ هعمل ريكويست. انا عاوز اخد حاجه من عند الكلاينت نفسه. خلاص؟ فهتلاقي في حاجه اسمها ريكويست ده اوبجكت تاني. خلاص دوت مين حاجه بقى اسمها كويري سترنج. ايه كويري سترنج ده؟ ده عباره عن اري او اوبجكت من اري شايل كل البارامترز اللي تبقى مبعوته مع اليو ار ال. شايل كل البارامترز اللي مبعوته مع اليو ار ال. يعني هو ممكن اقول له لو انا عاوز اكسس البارامتر الاولاني ممكن اقول له ايه زيرو كده او 1 او 2 او اكتب اسم البارامتر بتاعي. انا عاوز اكسس مين؟ النيم. خلاص احول الكلام ده دوت تو سترنج عشان طبعا كويري سترنج دي بترجع لي اوبجكت. في الاخر اقول بقى الليبل صح ليبل 1 دوت تكست بيساوي مين؟ عاوز بس اعمل بلس ايكوال عشان كلمه ويلكم دي تطلع معايا. خلاص هعمل اند واجي كمان هنا اقول له ايه ده هيبقى ليبل 2 وهي اكسس انه بارامتر هيأكسس البارامتر اللي اسمه ايه؟ اتش. طبعا انا ممكن اكسس البارامترز ب 0 1 و 2 لان هو عباره عن اري او اكسسها بالايه؟ بالاسم بتاعها. تعالى بقى نروح تاني على البيج. ادي البيج اللي هي رقم 7 هعمل ران واكتب البارامترز بتاعتي علي والاتش بتاعه 18 هضغط على البطن فيبدا البطن ينفذ مين؟ الريسبونس ريدايركت. طب هجي اعمل ايه؟ ويلكم علي ويور ايج كام؟ 18. خد البارامترز لان البارامترز دي مبعوته جوه الكويري سترنج وبدا يعمل ايه؟ ياخد بقى القيم اللي في جوه الكويري سترنج دي ويعرضها لك على الايه؟ على الليبل. نفس المشكله برضو ان انا لو جيت هنا رحت جاي عامل راننج وانا واقف على مين؟ على البيج اللي هي الاخيره دي هيحصل ايه؟ هيطلع لي اكسبشن ويقول لي ان ايه؟ الكويري سترنج بتاعتك لسه ما فيهاش اي حاجه. فلازم برضو انت جوه هنا تعمل ايه؟ اجي في البيج لود في اللود بتاع البيج دي واقول له ايه؟ انا هسال الاول هل في كويري سترنج ولا لا؟ ريكويست دوت كويري سترنج نوت ايكوال ايه؟ خلاص انا فهمنا القصه كده. هو بس طريقتين انا بستخدمهم عشان اقدر اعمل ايه؟ ابعت برامترز. قلنا الطريقه الاولانيه ان انت بتيجي على البطن في خاصيه في البطن اسمها ايه؟ بوست يو ار ال. ايه فائدتها دي؟ ان هي بتعمل لك تو اوبجكت في السيرفر، واحد من البريفيوس بيج وواحد من البيج اللي انت بتشتغل عليه. خلاص دي الميزه بتاعتها. عيوبها ايه؟ ان الاكسس بيبقى صعب شويه، لان انا لازم ابقى عارف اسامي الكنترولز ولازم اكتب بقى اعمل فايند كنترول واعمل كاستنج اكوردنج للكنترول اللي راجع والقصه الطويله دي. خلاص؟ طيب في حل تاني اللي هو ايه؟ اليو ار ال. ان انا ابعت القيم بتاعتي او الفاليوز بتاعتي من بيج لبيج عن طريق مين؟ اليو ار ال. قلنا العيوب بتاعتها ان هي ما بتبعتش غير سترنج وان هي ليميتد وان الفاليوز بتاعتك باينه على اليو ار ال وبالتالي ممكن اي حد ان هو يشوفها. الميزات بتاعتها البرفورمانس، البرفورمانس بتاعها عالي جدا. بس واحده من عيوبها برده ان انت لو حبيت تنقل البارامتر دي لبيج كمان هتعمل ايه؟ هتضطر تعمل ريسبونس ريدايركت وتكتب ايه الايه؟ القيم بتاعتك تاني. خلاص؟ فكل احنا هنلاقي ان كل نوع من الست انواع اللي احنا بنشتغل عليهم كل نوع ليه ميزه وعيب.
انت بتشوف انت ايه المناسب بالنسبه لك وتشتغل عليه. حاجه زي السيشن مثلا، السيشن دي حاجه بتخزن فاريبلز، بس عيبها ان هي بتعمل ايه، دي بتخزن فاريبلز جوه الميموري بتاعت السيرفر. انت كده بتعمل لودنج عند السيرفر، بس في ساعات انت بتبقى مضطر ان انت تعمل السيشن دي. خلاص الكوكيز، الكوكيز دي موجوده عند الكلاينت وتبقى حاجه كلير تكست، يعني واضحه جدا لو اي حد فتح الكوكي يقدر يقرا الكلام اللي جواه وهكذا. هي الدنيا كل حاجه ليها ميزه وعيب، انت بتشوف الابلكيشن بتاعك محتاج ايه وتبدا تشتغل. خلاص في مشكله في القصه اللي احنا حكيناها دي كلها للكونكشن بس. خلاص انت بتعمل www.yahoo.com فبتاخد الاي بي تبدا تقول انا ايه ده، انا كلاينت عاوز اكونكت عليه. خلاص ماشي، فيبدا يبدا السيرفر يعمل ايه، يروح ياخد اسم البيج ده ريكويست. يعني شوف الريكويست بيمشي ازاي، انا لما باجي اكتب اليو ار ال بروح للدي ان اس، فالدي ان اس بيقول للسيرفر ده في حد عاوز يكونكت عليه، فيبدا السيرفر يعمل ايه ريكويست. يعني ايه ريكويست؟ يروح ياخد القيمه بتاعت مين، اليو ار ال من الكلاينت، اللي هو اللي احنا ساعات كنا بنقول عليه ريكويست، ان الكلاينت بيبعت حاجه للسيرفر، السيرفر عمل مثلا شويه حاجات وعاوز يرسبونس بقى بحاجه ثانيه، بس السيرفر هو اللي بيشتغل مش الكلاينت. وانا ممكن اخد ريكويست في اي وقت انا عايزه، مش شرط هو انا ممكن في اي مكان مثلا اخد ريكويست هو ما بيعملش. اه انت يعني ماشي، لو انت عاوز تعمل ريكويست يعني في اوقات معينه ممكن، ما هو انت اللي متحكم في الموضوع مش الكلاينت. بس ساعات بيبقى في حاجات انت مستني اكشن بتاع الكلاينت، يعني انا مستني الكلاينت يدوس على بطن، يعني انا احس منين ان كان الكلاينت عاوز السيرفر في حاجه دلوقتي. ما انا بس عايز لو ما ضغطش على حاجه لمده 5 دقائق اطلع له حاجه. طب هتعملها ازاي؟ ما احنا قلنا ان هو بيروح للسيرفر، مش احنا قلنا ان هو بيروح للسيرفر ويكريت الاوبجكت ويبعته للكلاينت وبعد كده يدمر الاوبجكت؟ اه كان السيرفر شايف الصفحه اللي عند الكلاينت دي مش عنده اساسا. فهو بيبقى مستني ايه؟ ان برده الكلاينت تاني يبدا يعمل اكشن، فيبدا هو ياخد ريكويستس يشوف ايه الحاجات الموجوده في البيج وياخدها. فهو المقصود يعني كلمه ريكويست وريسبونس دي زي ما احنا كنا متفقين زمان، مش معنى كلمه ريكويست ان الكلاينت بيبعت حاجه للسيرفر، الكلاينت ما يقدرش يعمل الكلام ده، السيرفر هو اللي بياخد الحاجه من عند الكلاينت، بيعرف بس ان الكلاينت عاوز يكونكت عليه فيبدا ياخد الحاجه دي. خلاص فانا على كده في مشكله في الكلام ده. طيب انتوا عشان مسوا زي المحاضره الاولانيه هم خدوا لغايه كده بس. خلاص طيب نشوف اللابات بتاعتنا. الناس معايا بقى يا جماعه عشان نشوف اللاب، احنا هيبقى عندنا ويندو او فورم بالشكل ده، عندنا تكست بوكس وعندنا ثلاثه دروب داون ليست وباتر. تكست بوكس ده انت بتدخل فيه النيم، دروب داون ليست دي فيها ايه؟ فيها انت بتدخل البيرس ديت، بس ان هي بتتملى ازاي في البيج لود، انت بتدخل الايرز بتاعك، اول ما بتختار اير معين بيبدا يعمل ايه، يملا لك دروب داون ليست ثاني بالمانثس من 1 ل 12، تختار مانث معين يشوف المانث ده ايه ويبدا يملا مين بس. طبعا كل مانس دي ديز مختلفه. خلاص عملنا الكلام ده كله ودخلت النيم بتاعي، اول ما اضغط على البطن يروح عامل ايه، رايح لصفحه ثانيه وعارض ايه، عارض النيم وعارض هو عنده كام يوم وكام سنه وكام شهر، مش عارض البيرس ديت بتاعه، عارض هو عنده كام يوم وكام سنه وكام شهر. خلاص ماشي، الاوتبوت بتاعنا هيبقى بالشكل ده كده. بس طبعا انتوا شاطرين مش هتطلعوا حاجه بالماينس، مش حاجه اسمها ان واحد عنده ماينس فوق. خلاص مش عاوزين نشوف الماينس ده. ايه بطرح تاريخ النهارده من التاريخ اللي بطرح تاريخ النهارده من التاريخ اللي عندي بسيطه يعني. وانت لو بتعملي داتابيز، لو بعمل داتابيز وعاوز اعرف الموظف بتاعي عنده كام سنه، لازم اكتب هو عنده كام سنه جوه الداتابيز؟ طب انا اكتب تاريخ الميلاد وابقى اطرحه من تاريخ النهارده. ايوه هو عنده 20 سنه، بعد سنه بقى عنده 21، هضطر اعمل ايه في الداتابيز؟ مش هكتب بقى عنده 21، لا انا هكتب البيست ديت بتاعه واعمل ايه؟ طب احسب بقى ليه يا جماعه؟ انا لو بعمل حاجه زي كده في الداتابيز، ايام بقى الداتابيز الايام الرسول الصحيحه دي. خلاص؟ ماشي، ده اول ايه؟ ده اول اساينمنت ما فيهوش اي حاجه، ثاني اساينمنت هو ده مش اساينمنت ده بونص. ده سهل جدا، ده بونص. في اساينمنت تاني، ده بونص. ده بونص. بكتب القيمه بتاعتي بالعمله المصريه 100 جنيه مثلا، وانا عامل دروب داون ليست في يورو ودولار. اما بتختار يورو بيبدا يقول لك ايه ده ال 100 جنيه المصري بيمثلوا كام يورو، اما بختار الدولار يقول لي ال 100 جنيه المصري بيمثلوا كام دولار. خلاص تمام.
في نفس الصفحة. دور بقى. هو ده البوخة. ما انت لازم تبقى قوير باللي بيحصل حواليك. خلينا بقى في الاسايمنت المهمة بقى. كل ده لعب عيال اللي احنا قلناه. لازم بقى يبقى فيه اسايمنت كده تقعدوا فيه يومين ثلاثة. من اولها ايه؟ احنا مش نعرف سي شارب. مش هنكتب بقى، مش هنتعب في الكودنج بتاع سي شارب. لا اني ذاكر دي مش بتاعتي. انا الحمد لله ذاكرت زمان، وصحيح وانا معيد يعني بذاكر تاني، بس يعني على الاقل عديت المرحلة بتاعت المذاكرة الاولانية دي. بس انت عليك ان انت تذاكر ان شاء الله ما تشتغل بعد كده حياتك كلها. احنا المجال بتاعنا كده. او سيب المجال من دلوقتي، سيبه. انا نفسي اسيبه بس مش عارف. ماشي. هو المجال بتاعنا ممكن زي ما هما بيقولوا يعني ان المجال بتاعك من فيه فرص شغل كتير وممكن السالس تبقى عاليه ومش عارف ايه، بس انت اليوم بتاعك مش بتاعك خلاص. اليوم ده للشغل، انت بتروح من الساعه 9 الصبح والله وقت ما الشغل يخلص بقى. طبعا في مواعيد رسميه من 9 ل 5 وكل حاجه، بس يعني مفيش حد بيطبق الكلام ده خلاص. زي الاي تي اي كده بالظبط. خلاص هبدا ابراوز كده واشوف الاساينمنت الاخير ده. في شوية ديموز هنا. الديموز دي فيها ايه؟ شوية كودينج او حاجات احنا عاملينها بالاي سي دوت نت، بحيث ان انتوا هتشوفوا في الاساينمنت ده شوية حاجات احنا ما خدناهاش. احنا ما خدناش كل الكنترولز. انا ما عرفتكمش ازاي يبقى عندي مثلا ايمج واقدر اشوف الايمج دي. خلاص اذا عشان يبقى عندك ايمج وتقدر تشوف الايمج بتقف على ال هوريها لكم انا يعني لوحدها دي. خلاص ان انا ازاي يبقى عندي ايمج واقدر اشوف الايمج دي. المهم ان انت هتلاقي ديموز كتير يعني. يبقى عندك ازاي تملى دروب داون ليست، ازاي يبقى عندي ايمج واشتغل عليها، ازاي يبقى عندي بانر واغير الباك جراوند بتاعتها، كل الحاجات اللي احنا محتاجينها في الاساينمنت. طيب الاساينمنت ده بقى بيعمل ايه؟ هو انت لا سيبكوا عادي يعني مكوش ده. ده عشان يبقى عندك ايمجز، عشان يبقى عندك شويه ايمجز بقف كده على السوليوشن بتاعه واقول له رايت كليك اد نيو فولدر، واسمي الفولدر ده ايه؟ ايمجز. والفولدر ده كده كانت على الهارد ديسك عندي، اروح احط فيه كل الايمج بتاعتي. خلاص وقت ما بدراج انا اللي هو الايمج كنترول ده، شايفين الايمج كنترول ده؟ هنلاقي الايمج كنترول ده فيه خاصيه نقف عليها كده. هنلاقي في البروبابيلتيز بتاعته حاجه اسمها ايه؟ image url. تضغط عليها هنا هيبدا يجيب لك الفولدر اللي هو بتاع مين؟ الايمجز، وتختار الايمج اللي انت عاوز او تعملها بالكودنج يعني. يعني الكنترول بتاعك دوت image url بيساوي اسم الايمج بتاعك. خلاص واحنا ان شاء الله هنعملها كودنج يعني، مالناش دعوه بالويزرد. طيب الاساينمنت بتاعنا الناس تركز شويه. خلاص الناس تركز شويه. انا عندي تو بانلز. خلاص ايه البانل الفاضيه دي؟ دي كارت معايده. كارت المعايده ده بيظهر اكوردنج للبارامترز اللي انت بتحددها هناك. خلاص انت بتعمل كارت معايده. خلاص ادي الكارت فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه. انا صحيح حاطط عليه ايمج بس الايمج دي مش ظاهره، وحاطط عليه ليبلز بس برده الليبلز دي ما فيهاش اي داتا. انت بتيجي تقول له انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز الباك جراوند مثلا بتاعتي تبقى فلاورز. خلاص انا هديكوا فولدر برده اللي فيه اسامي الايمجز تبقى معاكم. انا تيجي انت تضغط تحت كده وتنزل وتقول له بريفيو، يبدا يعمل ايه؟ ياخد الباك جراوند او يخلي البانل الباك جراوند بتاعتها بالحاجه اللي انت اخترتها دي. الموضوع مش صعب خالص. بعد كده هاجي هنا، هنا بغير الايه؟ انا عاوز الفونت بتاعي والتكست وشكل الكالر بتاعي يبقى عامل ازاي؟ اقول مثلا انا عاوز اخليها باك جراوند عشان بلاك عشان تبان. هحدد نوع الخط بتاعي، احدد الفونت، واجي تحت هنا كده انت ايه المسج اللي انت عاوز تكتبها في كارت المعايده بتاعتك ده؟ هابي بيرث داي مثلا. خلاص هعمل بريفيو، هيبدا يعمل ايه؟ ده عادي ليبل. ليبل بياخد الكلمه اللي انت كتبها على التكست ويحطها لك هنا. خلاص لغايه كده مفيش اي مشكله. نيجي بقى في الحته المهمه بقى في الموضوع. في حاجه اسمها بولت ليست. انتوا عارفين البولتس اللي هي زي بتاعت ال HTML او بتاعت ال Word يعني. في كنترول اسمه بولت ليست، تبدا تعمل الليست بتاعتك. خلاص انا لما باجي اختار مثلا بيرث ديت كده، كلمه بيرث دي، واروح جاي عامل بريفيو،
يبدا يعمل ايه؟ يقول لك ان كارت المعايده ده بتاع مين؟ بتاع البيرث دي. يعني في ليبل بيكتب عليه هو لوحده اوتوماتيك بيكتب عليه بيرث دي. لو انت جيت مثلا اخترت فالنتاين رحت نازل تحت هنا كده وعامل بريفيو تاني يبدا يعمل ايه؟ يكتب الحاجه المقابله اللي بتاعي موجود لسه ايه اهو بتاعك الكلام بتاعك موجود تحت. في بقى فايده يعني حته كمان زيت ايه الحته دي ان انت في هنا تشيك على ايه اد بيكشر. ايه اد بيكشر دي؟ كل واحد من البوليت ليست دول انا بس مش مجرد ان انا هعرف التكست بتاعه لا ده كل واحد ليه صوره. يعني انت لما بتختار مثلا فالنتاين وتنزل كده فيبدا يعمل ايه يزاي لك الصوره بتاعت الفالنتاين. طبعا عشان ده اسايمنت بنت هي اللي عاملاه فلازم تدلع خلاص ماشي. لو انا اخترت بيرث دي بيرث دي ونزلت فهيبدا يعمل ايه يحط لك برده الايمج بتاعت مين بتاعت البيرث دي. خلاص يعني هي شويه ايه عندك تو بانلز كده انا شرحت لكم الاساينمنت بالتفصيل المهم خلاص. لا البوليس دي هتلاقي عليها في الديمو اكزامبل ما تقلقش خلاص بس مش معقوله يعني ناقص اديكم كود كمان خلاص خلصت ماشي. طبعا الاساينمنت الاول والبونص دول سهلين جدا مفيهمش اي حاجه. ده تطبيق عملي على الحاجات اللي احنا خدناها في المحاضره. ده بس اللي هياخد منكم شويه شغل ازاي بقى اقدر احط الايمج واكتب الكودنج بتاع كل ايفنت والقصه دي. خلاص دي مشكله دي بقى انا مش عاوز حد يجي بكره يقول لي يا باشمهندس انا ما عرفتش اعمل اساينمنت ولا انا مش عارف اعمل حته معينه. انا ماليش دعوه بالاساينمنت ده خالص انا عاوز اشوفه راننج زي ما هو راننج دلوقتي. خلاص ماشي ايه مثلا بص يا جماعه بس انا بس يا عبد الله بس دي خلاص الناس معايا دقيقه واحده بس وخلاص وهتمشي دقيقه واحده وهتمشي. الناس معايا الايمج انا بدرج ادي الايمج بتاعتي اهي خلاص ده الايمج كنترول. الناس معايا ده الايمج كنترول اقدر اروح كده على البروبرتيز بتاعته في حاجه اسمها ايمج يو ار ال بختار اللي ايه الفولدر بتاعي ادي ايمج مثلا فيبدا يعمل لك ايه ادي كل بالكودنج هعمل ايه هكتب اسم السورس دوت ايمج يو ار ال بيساوي وما بين دبل كوتيشن الباص بتاع الايمج بتاعك خلاص. الطلاب بتاعكم بكره الصبح ان شاء الله صح.